مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. أيام زمان هو العنوان المناسب لهذه الحلقة من حديث رمضاني. علاش أيام زمان؟ لأن هذه العبارة هي عنوان لخمسة كتب مؤلفها هو ضيفنا، أو بالأحرى مستضيفنا، سي محمد الصديق معنينو. سي معنينو اللي ما كيعرفوش هو واحد من القامات الإعلامية الكبيرة ديال المغرب. اليوم هو متقاعد ولكن جار معاه عقود ديال العمل الإعلامي من مواقع مختلفة فيها بحر ديال الذكريات والمواقف اللي وثقها في أيام زمان. سمعنينو مساء الخير ومرحبا بنا عندك. ما نقولوش مرحبا بك عندنا بقدر ما نقولو مرحبا بنا عندك في البيت ديالك، من أجل هذا الحديث الرمضاني وهذا اللقاء اللي نسترجعوا فيه معك مجموعة من الذكريات اللي سبق قلنا وثقتها في خمسة أجزاء من أيام زمان. شكرا سي رمضاني، وأنا سعيد باستقبالكم، وتنظن هذا أول مرة تنجلس أنا وياك وجها لوجه. تماما، إن شاء الله تكون النتيجة ديالو تستعد ذكريات جمعتنا فيما يتعلق بالعمل الإعلامي إن شاء الله. سي معنينو، وفي الحقيقة وأنا كنحضر سي معنينو بعد ما اطلعت على الكتب ديالك وقريت بعض ما كتب عنها وبعض تصريحاتك وحواراتك، لقيت صعوبة في تحديد وترتيب الأسئلة اللي ممكن أنه تطرح في هذا اللقاء ديالنا. علاش صعوبة؟ لأنه بوفرة المعطيات ووفرة الذكريات والوقائع الموثقة خصوصا في الأجزاء الخمسة ديال أيام زمان هتكون صعوبة الاختيار، ولكن حاولت نوضع نفسي مكان المتابعين المستمعين والمشاهدين باش نحاولوا معاك نفككوا ونسترجعوا بزاف ديال كيف قلت الوقائع والذكريات. اللي كيعرف السي معنينو غيعرف بانه بدا المسار الاعلامي ديالو واحد من الفاعلين في المشهد الاعلامي المغربي من مواقع متعدده. بدا المشوار ديالكم السي معنينو في مرحله ما كانش سهله، ما بعد الاستقلال، ما عطوش من حسن الحظ او سوء الحظ ديالكم السي معنينو، لقيتوا نفوسكم حاضرين وشاهدين على احداث اثرات في المغرب وفي المسار ديال المغرب على مستويات متعدده. نقدر نقول من أسوأ ما عاشوا السي معنينو هو المحاولتين الانقلابيتين ديال 71 ديال الشباب و 72 ما عرف بالطائره الملكية. في المحاولة الأولى كنتي آنذاك في صحفي في التلفاز المغربي، صحيح، وحسب ما وثقتي في الكتاب كنتي داخل معمعة محاولة الانقلاب. في الحقيقة هذاك اليوم أنا كنت معروض عند واحد الصديق ديالي وكان غادي يتأهل، كان هو اللي متأخر فينا، وجلسنا تقريبا حتى الأربعة ديال العشية، واللي طرا في السخيرات، واللي مات واللي تقبط واللي كذا، حنا مسايقين خبار جالسين جلسة شباب. ديك الساعة عندك الديسكات الكبار تنتسنتو عليهم، أم كلثوم وعبد الوهاب وكذا. أنا خرجت باش نجيب السيدة ديالي، كانت في واحد الشارع هنا سميتو التقدم، لكن أنا تنقرب من هنا دزت قدام باب الإذاعة، صبت واحد الامل اللي منعني نمر واحد الزنقه. كان يوم عطله عندك سي معنينو؟ كان يوم عطله، يوم كان عطلة. يوم عطله فمنعني، فسالته انا، قلت له، قال لي سي معنينو الله يخليك يسيب حالك من هنا. هو كان عارف شنو كاين، انا ما كنتش عارف، ولكن انا في ذاك الوقت فكرت وقلت علاش غادي تشد الاذاعه؟ ديك الساعه كان هنايا فريد الاطرش، محمد عبد الوهاب، صباح، يعني واحد العدد، قلت هذو راه جابوهم للاذاعه، كانوا ضيوف ديال الملك الراحل، ضيوف الملك. وفي الليل داروا السهره، واللي غادي نديروا انقلاب كانوا حاضرين في السهره. غادي نرجعوا للحديث تاعي. المهم باش ما نطولش، مشيت دزت قدام الاذاعه في واحد الزنقه قدامها، شافني واحد من الجنود قبطني دخلني للاذاعه. انا دخل الباب الاذاعه وانا تنصيب واحد العدد ديال الجوتات ولابسين لباس عسكري، معنا واحد العدد العسكري اللي تقتلوا. وملي كنت طالع في الدروج تنصيب الدم في الدروج، وواحد العسكري الله يرحمه ولا راحي ما عرفتش، المهم خارج منه الدم، هو تيترخى.
اذا فهمت انا بان راه كاينه شي حاجه خطيره، ولكن شنو كاين الله اعلم. يعني مازال ما عرفتيش بالضبط اش واقع. ما عرفتش، ما عارف شنو واقع. فطلعت في الدروج، وصلت قدامي دروج اخرين باش نطلع لعند المدير العام. من هذوك الدروج هابطين واحد اللفيف يمكن فيه واحد 8 ديال العسكر. تيتقدمهم واحد السيد اللي مجروح من لو يديه بواحد البونسمون ومعلقه بعنقه. عسكري حتى هو؟ اه عسكري. فاول واحد انا غادي نشوفه هابط. ظهر لي على انه بحال هو اللي مترأس هذيك المجموعه لانهم مخلينه هو وماشي موراه شويه من بعدين. ماشي هو المذبوح اللي تكلمتي عليه؟ لا ماشي المذبوح. ماشي المذبوح. هو صاحب الانقلاب. فانا تقدمت له، قلت له سيدي الله يخليك. جا شي واحد منه قال لي قول مون كولونيل. تقول انا صحفي نقول مون كولونيل اش وقع؟ قلت له مون كولونيل. قال لي شنو بغيتي يا سي مانينو؟ قلت له ودي انا بغيت نفك الجره باش يقول لي سير بحالك. وانت انا ذاك وجه اعلامي معروف. وانا وجه اعلامي معروف. قلت له الله يخليك، راه السياره ديالي بقات في هنا ما خلاونيش حتى نضفي هذاك اللي جاي قبطني، دار لي الميتريوز هنا خرجني وصلت لهنايا وانا ما خدامش. انا ما خدامش، بغيت نمشي في حالي. وزعما راه يعني بحال اللي خطا جيت انا لهنا. جاوا تيقول لي شوف السمانينو، التصريح الوحيد اللي دار قبل ما يموت لواحد الصحفيين وهو الكولونيل عبابو اللي ترأس اللي كان في السخيرات وقتل الناس وجا الاذاعه احتلها ومشى ليطاماجور احتلو. قال لي شوف السمانينو. اذا هو اللي كان كيتكلم معاك؟ هو اللي كيتكلم معايا. مجلس الثوره تيضمن لك الحقوق ديالك. الله، لان انا شكيت له على الكبوت خليته الطوموبيل وداك الشيء. الجواب ديالو مجلس الثوره تيضمن لك الحقوق ديالك. انت ما فهمتي والو، شنو كيقصد مجلس الثوره؟ وزادوا هاد الحكايه هادي انا تنقدمها كشهاده في المحكمه العسكريه، لان عيطوا لي تيقولوا لي كنتي تقريبا اخر واحد اللي هضر معاه بابو، شنو قال لك؟ قلت له ما شنو قال لي وشنو قال لي. مجلس الثورة كيضمن لك الحقوق. إذا كاين مجلس الثورة، يعني كاينة ثورة، وهاد الثورة عندها مجلس ديالها، وهذا المجلس سيطر وغادي يضمن الحقوق للناس، وأنا من بين ذاك الناس الحقوق ديالي مضمونة. يعني هذاك القبيبط ديالي اللي خليته وذاك الطوموبيل سيم كامل ديك الساعة مضمونين. فسق حاصل. إذا ما كانش، ما خلاوكش تمشي بحالك. لا ما خلاش بحالي. هو مشى وهبطوا شي وحدين تيجريو من الفوق، كانوا شبان متوترين بزاف. متوترين. شنو تدير هنا؟ قلت لهم بدي انا راهي بحال واقف هنا والسلام. راه قالوا لي كيف؟ قال لي جا شي واحد فيهم قال لي شوف غتزول السيور ديال الصباط والسمطه، اذا عرفت راسي غندخل للسجن. فانا حنيت وبديت تنتعطل تنقول على الله وعسى يغبروا كاع، مع انا باقي في الباب نحني راسي تهرب. نهرب وي. خفتي تخلعتي في ديك اللحظه؟ تخلعت ما سمعت هاد الثورات، تنشوف الدم، تنشوف العسكر تيموت، تنشوف هادشي، تخلعت. ورسميا ما كاين حتى خبر شنو هو؟ ورسميا ما عنديش انا حتى شي خبر. فانا حنيت تنزولوا ويعاود هبطوا واحد القافله اخرى، لان راه كان واحد يمكن واحد 250 الى 300 شاب من هذوك الثوار، من هذوك المدرسه ديال هرمومو اللي كانوا محتلين الاذاعه. وتيظهر لي انا ما كانش بيناتهم تنسيق، وكانوا مندافعين وخايفين. ما عارفينش اش كيديروا، ما عارفينش شنو تيديروا، عاد هبطوا قتلوا الناس في السخيرات وما عارفينش شنو كاين بالضبط. فقال لي شنو تدير؟ قلت له ودي راه كان واحد السيد هنا قال لي الصباط، قال لي ما كاين لا صباط لا والو. طلعت الطبقه الاولى شو قال لي شي واحد علاش جيتي شنو كاين؟ قلت له ودي راه قال لي شي واحد لتحت طلع. قال لي زيد طلع. زيد مازال. طلعت الطبقه الثانيه وقفت بوحدي في واحد الكولوار. ما كانوا الزملاء اخرين؟ لا، من بعد غيجيو الزملاء. غيجيو زملاء. كانوا الناس باقا مشتته في البيروات، كل واحد في شي مكتب راه مخبي. مازال ما فهمش اش واقع. مازال ما فهمش اش واقع. المهم وقفت انا تمايا واحد شويه، واحد خرج شي واحد قال لي شنو تدير هنا؟ قلت له دير كذا كذا. قال لي دور وجهك للحيط. قلت له واخا دورت وجي للحيط. وفي ديك اللحظه كان تعلم في الاذاعه ذاك البيان المعلوم او ديك الساعة راه الإذاعة دوزت البلاغ واحد 50 مرة.
لانه ما جاوا مع الوحده وشي حاجه خداو الاذاعه ما كانش عندهم بلاغ مكتوب. هاد مجلس قياده الثوره اللي كان ما عندهمش بلاغ. فهذاك اللي جا واحد الكابيتان اللي احتل الاذاعه كتب لهم مصب اللي غادي يقول راه حنا الثوار وكذا. صاب يلا عبد السلام عامر. عبد السلام عامر ملحن تتعرفوا كان ضرير عمى وما عنده دخل في السياسه. الرجل ديال فنان كبير قال له ادخل الاستوديو. قال له الاستوديو اش قال؟ قال له قول الثوره وكذا. قال له اسيدي انا راه ما عندي غرض لا الثوره لا والو انا فنان. هذا دار له الفردي دخلوا بدا يقول الجيش بان الثوار يقول الجيش بان الانقلاب يقول الجيش بانهم قتلوا الملك يقول الجيش. يعني ماشي انا اللي تنقول راه الجيش هو اللي كيقول. الناس ما تيعرفوش الصوت ديال عامر. ما عرفوش شكون اللي كان تيهضر وما تيهضرش واحد البيان راه وكذا ولهذا والاهداف وشكون مرتجل مرتجل متخلف الا بغيتي تقول. ولكن غادي يكون السي مددوش اعتقد هو اللي غادي يقول البيان. من بعد السي مددوش كان في البيرو ديالو عاد تقبط. ملي تقبط قالوا له سيدي محمد دخل انت هو انت دابا صاحب الاذاعه. سي محمد قال لهم شنو غنقول؟ قالوا له الثوره وكذا وكذا. سي بن ددوش خذا ذاك الكلام اللي كان تيقول سي عامر كتبه وبدا تيقول حتى هو يقول الجيش. ولكن ملي بدا يهضر من ددوش الصوت ديالو كان معروف على النطاق الوطني. اذا قالوا اعلامي كبير ومذيع كبير فقالوا الناس هادشي جدي. هادشي جدي. وانت في ديك اللحظه ما طلبوا منك حتى شي حاجه. انا دابا هذا الشيء داز في السخيرات. وقع الهجوم على السخيرات وتقتلوا الناس. مدنيين وعسكريين وهذوك الناس اللي تيسربيو واحد العدد المشاكل. وفي السخيرات كان الوالد ديالك؟ الوالد كان في السخيرات. كان في السخيرات من الضيوف. ولكن انا لحد الان بما انني ما تنعرف واش كاين تما ما تخلعتش عليه. ما عارفش انا بان هادشي طرا في السخيرات. ما جاش في بالك بانه ممكن يكون؟ ما جاش في بالي نهائيا. الحقيقه هي هادي. المهم بقينا تما بداو تيجيو الناس تيجي تجمعنا يمكن واحد 40 ولا 50 ديال الناس. جا شي واحد قال لنا دخل تيقلب وتيصيب واحد القاعه كبيره. هذيك القاعه الكبيره ديال اش؟ هذيك ديال التداريب الموسيقيه. ديال الاذاعه. انا واخا كنت نشتغل في الاذاعه والتلفزه ما عمري ما دخلت لذاك القاعه. ما عرفتش اش فيها. يعني تيدخلوا للاجواق وفيها بحال الدروج باش تيجلسوا تيبغوا هذاك وتيدربوا والحيوط ديالها دايرين لهم واحد التغطيه خاصه باش ما يكونش الصوت الصدى كذا الى اخره. قال له ماشي قاعه خاويه ما خاوياش كاين. قال كلشي تما. قال دفع يلا دخل. دخلنا جلسنا. انا كنت جالس في الصف الاول. كان قدامي من هنا واحد المذيع مشهور هو السي علي حسن. علي حسن الله ودي واللي عاودتي لي في الكتاب بعض النوادر رغم ذاك اللحظات الخايبه. ذاك اللحظات هو علي حسن واحد الصحفي اللي يعني كيفاش نقول لك متزوج بالكانار اونشيني. وهي ذاك الصحيفه الفرنسيه الساخره. عنده مجموعه ديال السنوات وعنده ذاك النوع النكته في الكلام ديالو. المهم بقينا جالسين مره تيدخلوا عاود شي وحدين اخرين معاهم يجيبوهم. بداو تيدخلوا بعض العسكريين. بداو تيدخلوا بعض العائلات اللي باقي لابسين المايو. هذوك الناس اللي دابا في الطريق وتخلعوا وسمعوا الخبار وكذا هربوا. اللي تيقربوا لباب الاذاعه هذوك الاخرين تيقولوا عندك يكونوا جاوا باش يتجسسوا علينا ولا شي حاجه تيقربتوهم يدخلوهم. طلعهم حتى هما الاذاعه تحولت الحبس. حبس ذاك البيت ديالنا عمار. وكانوا يعني حاضرنا يمكن واحد 8 ولا 10 ديال العسكر كلهم صغار. وانا في الكتاب ديالي تنوصفهم وتنوصف خاصه واحد الشاب سميتو الامير السويدي. طويل وزعر وعينيه زرق صغير يمكن عنده 21 22 23 عام. صاب البيانو منزل لان هذيك القاعه ديال القاعه ديال تسجيل الموسيقى. ما عمره ما شاف البيانو ما عرفش شنو هو البيانو. فقابت هذاك المتريوز ديالو تيدور على هذاك البيانو تيقول بلاش تيقول مع راسو شنو هاد شنو هاد الاله العجيبه شنو هاد الاله هادي ولا شنو علاش تنفع واش طبلة
تيكتبوا عليها ولا شيء وكذا وكذا، بقى تيدور تيدور تيحرك تتحلو هذاك الكلافيي حلو هو تصيب داك بيض والاسود من الجليد. بقى تيشوف 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 حس هذاك الطرن يدير داك بحال اللي اكتشف اكتشف شي حاجه كبيره شي كيبين بانه ناس كانوا يمكن خارج خارج التاريخ خارج ناس ماجين من شبان باقين صغار وكذا. المهم بقينا تمايا حتى ال 11 ونص الليل. هادوك الشبان اللي كانوا قابطيننا مشاو بحالهم. بقينا واحد 10 دقائق بوحدنا حتى واحد ما قدر انه يحل الباب باش يطلع لي عارف شنو كاين اللور خاف. حتى دخل علينا شي واحدين اخرين هاد المره بالزعافر ميتري يوزات خوين يعني فوج اخر ماشي هما الاول فوج اخر ماشي داك الصغار. دابا هادوك هادو هادو الناس ديال 40 45 عام. اش ديروا هنا؟ كلشي تيجاوب هذاك جاوما. كانت عندهم واحد قال لك سيدي السيفيل من هنا والميليتير من هنا لان كانوا مع 30 ل 40 دمي. حنا كنا مجموعين تما واحد 100 ولا 120. يلا سيدي سيروا لديوركم. خرجوا خرجنا الليل هادي على 11 ونص الليل وصل الليل دابا يعني من وسط النهار الى غايه يعني دلوقتي. يعني دوز تمايا واحد 6 ولا 7 ساعات ديال الساعات. حنا داك الناس اللي عرفتوا شنو وقع ولا لحد الساعه باقي ما عارفين شنو وقع حتى واحد ما قالنا. الاذاعه واقفه الاذاعه خدامه خدامه الاذاعه خدامه الاذاعه ملي غادي الجيش يجي في الليل باش يحتل الاذاعه غادي يوقف هذيك البلاغات ولكن هو براسو ما عندوش بلاغ. ما كاينش وزارة الإعلام دارت بلاغ ولا القيادة العليا دارت بلاغ ولا كذا. الناس اللي كانوا تمايا هربوا التكنيسيان اللي غيخدموا ما كاينينش فصابوا شي واحد تما خدا شي ديسكات ما ديسكات وبداو طالقينهم. الناس تيسمعوا داك الديسكات ما عارفين شنو كاين ما عارفين شنو واقع بالضبط. المهم هبطنا تنجريو في الطريق تنصيب انا واحد العدد كبير ديال الصنادق ديال القرطاس وهذوك لي لي القنابل اللي تضرب باليد وكذا وهذا. خرجنا لباب الاذاعه. حنا خرجنا لباب الاذاعه اسي رمضاني وهي معركه نايضه في الليل تتبان لك هي داك الضو ديال القرطاس اللي خارج من واحد واحد الشهر واحد المعارك مازال مستمره والغوات واللي تيطيح تيموت تيغوت والهضره في الميكرو بالغوات. وهذاك الضابط اللي شافنا جاي دائما تيسالوك لين غاديين الحيط. فدفعونا مشينا كنا لصقنا في واحد الحيط. قلتوا غنبقاو حيين ولا غنموتوا ما نعرف. دابا الضرب خدام انا باقي تنعقل تندير غير بحال هكا غير بشويه هكذا تيبان لي هذاك هذاك هذيك الدبابه اللي تما واحد جوج الخراطيم تسمع واحد 8 ولا 10 كانت مواجهات بين الجيش وبين الانقلابيين تنسيق. في الاخير جا عاود شي واحد قال كل شيء هبط للكراج لان احنا قدنا قدام الكراج الاذاعه هبطنا له تخبينا فيه. ديك الساعه القرطاس خدام الفوق وحنا في الكراج بعدا بخير وعلى خير. مع 12 تيجي واحد جندي وتيقول فين هو معنينو. كيقلبوا عليك. تيقلبوا هادو هذا من الانقلابيين ولا من الجيش؟ دابا انا ما عارفش يا اخي انا ما عارفش. المهم عسكري كيقلب على معنينو. دابا هي القراص خدامه وشي ميت وشي حي وشي هربان وشي تيبكي وشي مو وشي كذا انا ما حال. إذا اش بغاوك؟ جا عندي فيك. جا جا جيت قلت له انا قال لي تكلم الجنرال. شكون الجنرال اللي غيطلبك؟ وما نعرف ما عرفوش. إذا غتكلم الجنرال. تكلم الجنرال. قلت له أنا قلت له أنا نمشي عند الجنرال ولكن ما يمكنليش نطلع وندوز والقرطاس خدام أنا ما يمكنليش. ملي توقع وقع الصمت وهذا الشيء أنا ندوز. ماشي مشكل. مشى غاب واحد جوج دقائق ورجع هو بشي ثلاثة أخرين. قال لي قال لك الجنرال أنت غتوقف في الوسط حنا غندورو به باش ندوزوك في ذاك الطرف اللي خطير ديال الدروج والدوج. المهم فعلا كانوا لابسين واحد السيكان داروني في الوسط ضغطوا عليا دزت حنيت راسي طلعت دزت راسي في الإذاعة. غنمشي للمكتب ديال المدير العام للإذاعة والتلفزة.
في جلسة الجنرال. آه. حليت الباب دخلت. قال لي اهلا سي معنين ولاباس عليك انت لاباس؟ قلت الله يبارك فيك مول جنرال بارك الله فيك. قال لي انا كنت نعرف الوليد ملي كان في تطوان. قلت له اهلا تشرف فيك كذا كذا. قال لي الله يخليك سير الاذاعه دير شي بركه. اش من بركه غنديروا دابا؟ قلت له بدي انا ما تنخدمش في الاذاعه انا خدام في التلفزيون. قال لي وين الاذاعه والتلفزيون بحال سير دير شي بركه. خرجت من عنده انا مشيت للاستوديو للاذاعه. ما عرفش راسي شنو نطلب وما عرفش راسي كاع شنو غنقول انا. دخلت صبت واحد المذيعه كانت تسمى فاطمه الزياني. فاطمه الزياني كانت غجريه فهمتي برقيه وعندها واحد الشعر طويل جميله جدا انا كانت تعجبني. ملي دخلت صبتها تترعد قالت لي خاي اجي قلت معايا اجي. جابك قلت لها انظر قالت لي راه قالوا لي قل صاحب الجلاله سيخاطبكم. اها صاحب الجلاله سيخاطبكم هذه خبر مزيان يعني الامور عالميه. نقول انا بعد لحظات سيداتي وسادتي صاحب الجلاله سيخاطبكم. كتعاود هذا الكلام كتعاود هذا الكلام تدار واحد الموسيقى كلاسيكيه تتهبط لك المورال لتحت. الدنيا شاعله والقرص خدام ودين واحد المهم بقينا هكذاك هكذاك واحد نص ساعه. واحد الساعه ويتحل الباب واحد واحد العنف ودخل واحد الكولونيل قابت الفردي في يديه. نفس شنو تديروا هنا؟ قلت له ودي احنا مذيعين حتى خدامي في الاذاعه. خرجنا في الارض نعسوا الارض دير يديكم على كذا. ملي خرجنا صرنا شي 8 ولا 10 الناس ناعسين في الارض بعدا. نفس الوضعيه نفس الوضعيه ناعسنا في الارض كده. وسكت ما تتعرفش شنو كاين. واحد الساعه وحنا تنسمعوا هو جا معاه كاسيطه الملك سجل واحد الخطاب. يعني هو اللي كان جا في ديك اللحظه الملك الاذاعه. لا الملك سجل الخطاب في مكان اخر في القصر. مكان اخر في القصر وعطاه لذاك الكولونيل في واحد الكاسيت. هو اللي جابها للاذاعه وقال له انت اللي مسؤول باش تدوز. نظرا لذاك الاحوال اللي كانت هذاك الكولونيل كان خايف على راسه تيقول لي الا ما مشات ما داش الشيء صافي الوضعيه صعيبه. بدا صعيبه لهذا خذا الاحتياطات ديالو. قالوا له عندك تثق في شي واحد تعطيه الكاسيطه ولا شي حاجه. دار فردي في يديه وجا للاذاعه. وكيفاش تصرف؟ تصرف هي هكذا خرجني انا وهذاك وخلى هذاك لو تكنيسيان عطاه الكاسيطه وقف مورا دارو فردي في يديه طلق طلق الحمد لله شعبي العزيز. إذا الملك حي. طمأنيتوا بعد من هذه المساواة. هي قضى الخطاب ذاك الكولونيل مشى بحالو. عاود دخلت أنا وفاطمة للاستوديو. هذاك الخطاب اللي لقى الملك أعطاني أنا بعض شي جمل باش نبدا نتحرك ما نبقاش سيخاطبكم ها هو خاطبكم. تقول شي حاجة عطاني. تقول شي حاجة تنقول سمعتم إيه الخطاب الذي ألقاه صاحب جلالة الملك هذه والذي أعلن فيه بأنه بصحة جيدة وكذا وكذا وأن كذا وكذا والآن نعيد عليكم الخطاب. وحين فهمتي بأنك كنت محاولة انقلابية. فهمت بأن محاولة انقلابية. إيوا المهم مع شي ثلاثة الصباح ولا شي حاجة جاوا الإخوان الإذاعة بداو تيشتغلوا وأنا بغيت نمشي بحالي قال لك ممنوع الخروج. مازال التوتر. داخلي لا خليكم ما تخرجوش تيجوا مالي الأمن وكذا وما عرفتش داك الشيء وكذا. ما حنا بقينا واحد 48 ساعة في الإذاعة. 48 ساعة في الإذاعة. حنا لا غدا اشتغلنا حلينا التلفزيون اشتغلنا فيه. و انتهت الاوضاع بحال هكذا بهذه الطريقه. تجي المحاكمه طبعا غتجي المحاكمه تكون في القنيطره غادي يستدعي واحد العدد الناس انا كنت واحد منهم. و في المحاكمه انا ملي دخلت المحاكمه كان واحد القاضي سميتو بو 20 اظن. بو 20 وكان عضو في المحكمة دليمي. دليمي القضاء العسكري آنذاك. القضاء اها. وقال لي كنتي في الإذاعة حكي لنا حكيت له حكيت له حكيت له. قال لي واش تعقل على الناس؟ قلت له ودي أنا دابا واحد الإنسان مدني وكنت مخلوع وداك الشيء. قال لي لا 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 واش عقل؟ قلت له ودي ما قال لي أنا نوقفهم الناس اللي في الإذاعة كلهم يوقفوا. جاو داروا لي واحد السف طويل. ما عرفتيهمش؟ ما عرفتهمش.
طورت فيه، بقيت تنشوف فيهم، تنشوف في العينين ديالهم واحد النوع من بحال من الرجاء، زعما الله يخليك عافاك ما تزيد عقلتي عليا بعد مني وصافي. فقلت له انا ما عرفتهمش، وقلت بانه ما استعملوش معايا العنف، وقلت شي كلمات بحال هكذا. هذيك الكلمات ما كانش تنعرف بان غادي يكون عندها واحد الوقع كبير عند الضباط، يعني رغم الخوف، الحاله ديال الرعب، الحاله ديال التوتر والاضطراب اللي كان، ما جيتيش وتشهد زعما ظلما مشي حد راه فلان ولا فلان ولا داروا لي وضربوني وسلخونا ولا شي حاجه. لا شوف نقول لك انا واحد القضيه. انا كنت في واحد الجنازه في القصر الكبير ديال واحد السيد الطود اللي كان تخطف في بدايه الاستقلال واللي ما صابوه الا من بعد 50 عام. وكنت جالس من بعد الماكله، دخلت للسياره ديالي تنكمي، وجا عندي واحد سيد سميتو المرزوقي. والمرزوقي هو واحد من العسكر اللي كانوا في تازمان المرزوقي الله ودي، واللي الف واحد جوج او ثلاثه الكتوبه حول الحياه ديالو تما تما. وجا عندي ودق عليا في الجاجه وحليت، قال لي واش انت هو السي معنين؟ قلت له اياه. قال لي عرفتيني؟ قلت له ودي ديك الساعه باقي ما مشهورش بزاف. قال لي انا سميني المرزوقي ودوز 18 عام في تازمان مارت، وبغيت نشكرك على الشهاده ديالك في المحكمه. في المحكمه ما ظلمتي حد، ما ظلمتي حد. وقال لي راه كنا في تمايا كنا تنجبدوا واحد ثلاثه ولا اربعه الناس اللي الشهاده ديالهم ما تقلت على شي واحد، انت واحد منهم الله يجازيك بخير. حديث رمضاني مع الصديق معنينو. وإلا سمحتي سي معنينو، مادام تطرقنا للمحاولة الانقلابية الأولى، أنا في الكتب ديالك خصوصا الجزء الأول بينتي إما نقلا على شهود إما روايات مختلفة بأنه كان شبه إحساس عند الناس بأنه غتوقع شي حاجة في 71 وغتزكي هذه المسألة المحاولة الثانية ديال الطائرة الملكية. أنا قدمت في الكتاب ديالي واحد الشهادات للتاريخ، نقول لكم واحدة فيهم، واحدة فيهم حكاها لي السي عبد الوهاب المنصور وأنا في المكتب ديالو، مؤرخ المملكة، مؤرخ المملكة وقريب من الحسن الثاني، وكان تيحرر له الخطاب وكان مستشار ديالو، ويعني شخصية كانت قريبة بزاف من الملك. شنو كان قال سي المنصور؟ سي المنصور قال لي ودي أنا واحد النهار كنت جالس في الدار ديالي وكان ساكن هنا في السويسين، وجا عندي هذاك السيد الحارس ديالو كذا، قال له شي واحد طلبك في الباب. نعم السي. قال له شكون؟ قال له ودي قال لك شي شخصية ما شخصية. قال له قل له يدخل. دخل لاخر خرج بحال هكذا باش يتلقاه، تلقاو في الجرده، صابو لابس واحد الطاقيه وجلابه وحامي راسو، قالوا الله يخليك جيت عندك نعطيك واحد الرساله، عطيها لسيدنا، نعطيك واحد الخبر وصلوا لسيدنا. قال له واخا قول، ما كانش هو ناوي غادي يدخل في هذه العمليه. قال له قل له راه افقير تيوجد مؤامره وراهم تيجتمعوا في المحفل الفلاني، وراه عبابو داير وداير 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 ويرد بالو راه حتى الناس لداخل تمايا حتى هما راه في المؤامره. غتكون القنبله هذه. انا قال لي سميتو هذاك عبد الوهاب المنصور كان غادي يسخف. ما سهلاش، ما سهلاش، وما غادي يقدرش يقول هو كي غادي يقول هادشي للملك. دابا الاخر دار له بومبا في يدي وقال له سير. ما حلت لا يقول لا يبقى ساكت. الا بقى ساكت مشكله، والا قال غيقول له انت جيب لي هذا السيد وكذا. المهم مشى تيحكي لي بالمنصور، مشى يعني لا غدا في الصباح تيقول لي قدام لا بيسين سلمت على الملك وبقيت واقف. حنا عاده ملي تتسلم على الملك تتزيد، ملي تتسلم على الملك وتحني وتبقى واقف شي شويه معناها راني بغيت نقول لك شي حاجه ديال دار المخزن. بغيت نقول لك شي حاجه. قال له واخا اجي اجي لهاد الجهه سي منصور. الاخرين سلموا سلموا مشاو مشاو. قال له ندخلوا للبيت. قال له نعم سيدي نهضروا قدام لابيسين، خاف يكون شي تسجيل ولا شي حاجه. فقال له نعم سيدي رجع عندي واحد السيد. واشنو قال لي واشنو قال لي واشنو قال لي واشنو قال لي؟
بان افقر كيحضر المؤامره. مؤامره وراه كاين فيها الجيش وراه كاين تيديروا اجتماعات وكذا وكذا. تيقول لي الملك ما قالش غير نديروا بحث ولا شي حاجه، قال له هذاك السيد قول له يكتب لك هذا الشيء كتابه. يعني بحال لا استهتر بالامر، بحال استهتر بالامر ما عطاش اهميه ولا ما نعرف. المهم رجع لاخر دار هو واحد العلامه هو وداك السيد كيفاش كذا، جا عنده قال له خصك تكتب هذا الشيء، مشى لاخر كتبها في واحد الماكينه عطاه الرساله بتفاصيل جا وقبت الرساله دارها في الملفات ديالو مشى صباح الخير على سيدي. هذا الشيء كله في 48 ساعه لان من بعد اسبوع غادي تطرى العمليه. يعني كانت في قريبة. اخر ايام التحضيرات. قال له اش كاين؟ قال له كذا كذا، نتابع هو وياه، عطاه الرساله، قرا الرساله. جا الملك قال له يا بوكو دفو دو غرامير. كاين بزاف الاخطاء اللغويه ديال النحو. هنا اكد بانه ما خداش امور على هادشي. تخربيق زعما. تخربيق والسلام. و تنحكي انا واحد وحدين اخرين تقدموا له هادشي. وحدين اخرين. يعني كانت اكثر من روايه اللي وصلت لحسن الثاني. لا اكثر من روايه، كاين روايه مع السي راسك. كاين روايه كانت مع السي احمد عثمان. السي احمد عثمان كان هو مدير الديوان الملكي. والسهر ديالو في نفس الوقت. والسهر ديالو في نفس الوقت. وتوصل واحد الرسالة. ديال خاص الحذر شي حاجة كتوجد. اي شي حاجة رد بالك كذا 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 كذا. وعيط الملك وقال له نعم سيدي راه جاتني واحد الرسالة. قال له دابا نشوف أنا وياك، دابا نشوف أنا وياك. تيحكي هو تيقول أودي أنا كنت جالس وجا عندي دليمي. قال لي وصلتك شي رسالة؟ قال أنا خفت، قلت له أنا ما وصلتني حتى رسالة. ديك الساعة كاين لي سيرفيس دي كلشي تيتصنت على شي. قال ملي جا الملك دار الاستقبالات ديالو، ركبني معاه في واحد الفان. كان عادة الملك في العشية تيركب في واحد الفان تيطلع للسويس يدور يضيع واحد الوقت تيتفرج في المدينة وكذا. خديته معايا جا هو قال له فين الرسالة؟ قال لي جبتها. قال له اقراها لي. قال بديت تنقراها الملك تنرفز. يمكن فيها تفاصيل مزعجه. قال تيقول الملك تنرفز وتكا على الطوموبيل بدينا تنمشيو في المدينه في واحد 140 ولا 50 في الساعه. قال انا تخلعت قلت راه حنا غنديروا شي قصيده ولا شي حاجه. وقال حتى وصلنا دخلت وخلاني انا تما ومشى بحالو. هذه الثانيه وكاين الثالثه وكاين الرابعه. كاين اشارات قويه اللي وصلته بانه اما ما انتبهش واما ما عطاهاش ربما ما توقعش لانه كان رجل ثقه هو جنرال افقر انذاك. تطرت الامور حتى انفجرات حتى ومع ذلك في المحاوله الاولى ديال قصر الصخيرات بقى افقر واستمر في المكان ديالو وان البصمات ديالو كانت في بقى مستمر. لانه اللي يمكن يدير واحد التحليل هو ان الحسن الثاني زول الثقه ديالو من الجيش. هذا الجيش اللي انا اللي اسسته وانا اللي سلحته وانا اللي دربته ها هو جا بغى يدير انقلاب وقتل لي الناس في الحفله ديالي. حفله العيد الميلاد ديالي جا وقتل الناس اجانب وضباط وكذا. اذا ما كاينش الثقه. ولكن شنو بغيتي يدير في ذاك الوقت هو؟ الشخص اللي امامه في يديه واقف قدامه هو افقر. وكاين هنا واحد الخلاف. كاين اللي تيقول بان الحسن الثاني قال له عندك بلان بوفوار يعني عندك السلطات المطلقه. وكاين اللي تيقول الملك قال انا ما عمري ما قلت السلطات المطلقه. لكن عندنا واحد الصحفي كان حاضر. وهذا الصحفي هو المهدي بن نونة. مهدي بن نونة الله يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليه. وكان هو مدير وكالة المغرب العربي للأنباء وقال أنا سمعت المدير. الملك قالها وكتبها في الوكالة فتقبط الوكالة فاش كانت في بداية ديالها بداية ديالها بقى استقلالية استقلالية ما تبعش الدولة. حديث رمضاني مع الصديق معنينو. الاطروح هذه المؤامره غتزيد تاكد في حديث الطائره الملكيه. وانت كنتي تقول لسوء حظك تاريخي لحظه ولكن لحسن حظك تاريخيا ربما عشتي عن قرب. صحيح.
بحال اللي يعني لسوء حظي انني كنت احتلت هكذاك في الاولى، كذلك في الثانيه. الثانيه كانت في 16 غشت في عز الصيف 1972. وانت كنت ناوي تمشي كونجي؟ وانا ما كونجي ديك الساعه كونجي فين تندوزو انا والوليدات ديالي؟ في افران. افران افران كان واحد المحل سميتو لا ماروكين. لا ماروكين هي عباره على واحد الديور في تما، الناس ديال السكان ديال افران تيكريو البيوت في الصيف، اللي عنده جوج البيوت تيكري جوج عائلات، تدي انت معك الطنجره ديالك والبيطان وداك الشيء وتطيب، هادشي اللي عبد الله هادشي اللي كاين. اذا قلتي ندوز كونجي في افران، انا صيفطت عائلتي لتمايا وكريت لهم واحد البيت جالسين السيده والوليدات في اول غشت، وانا غنخلط عليهم في الجزء الثاني ديال الغش باش هما يعني يستغلوا العطله كلها. يستافدوا العطله كلها. المهم نهار 15 انا مشيت للمارشي وشريت شويه ديال اللحم شويه ديال الخضره وكذا، ودوزت للوالده الله يرحمها طيب باش ندي داك الشيء. ما تمشيش يدي خاوين. ما تمشيش يدي خاوين، دي طياب ودي شويه تفاح شويه ديال الليمون، يعني طبقه وسطى مزيانه. فداك الصباح انا عمرت الطوموبيل ديالي وكذا، تتعيط لي في التليفون الكاتبه ديال المدير ديك الساعه. المدير التلفزه هو السي عبد الله شقرو الله يرحمه. الله يرحمه. عيطت لي قالت لي مبارك مسعود، لان اللي تياخذ الكونجي راه بحال شي حاجه مهمه. ما كانش متاح لكل شيء. ما كانش متاح لكل شيء. ودابا دوز قبل ما انت غادي لافران، دوز لعندنا لهنا للاذاعه، خذ واحد الكاشي ديالك عاد قبل الطريق. الكاشي هو واحد شويه ديال الفلوس تيربحها الانسان الا دار شي عمل اضافي. اضافي. وكل واحد في الاذاعه كان تيدبر على شي عمل اضافي باش يدبر على شي فلوس. الفلوس الاضافيين مرحبا. المهم دزت انا خديت ذاك الفلوس، انا خديتهم درتهم في جيبي، وكان واحد السيد سميتو البار هو اللي مسؤول في ذاك هذا، عطاني واحد الرساله. انا هي قبضتها تنشوف الغلاف ديالها، عرفت الخط ديال السي عبد الله شكرون. عبد الله شكرون. اشنو طلب فيها؟ حلها. قال لي رحلة ممتعة وكذا وتستحقها وكذا، وأنت في طريقك إلى إفران أرجوك أن تتوقف بمطار رباط سلا وتشرف على الروبورتاج عودة جلالة الملك، وبعد ذلك تتابع رحلتك إلى إفران. الملك أنذاك كان في فرنسا أعتقد. الملك في فرنسا. فرنسا. وغادي يدخل هذاك 16 النهار اللي غنخرج فيه أنا العطلة. أنت كونجي، إذا مشيتي للمطار. إذا مشيت للمطار أنا. عادي كتقول غندير تغطيه عادي نشاط ملكي عادي كالكار في حد الكار. عندنا الكار تمايا بثلاثه الكاميرات منزلين، وداروا لي الميكروفون اللي غنهضر فيه، وعاده تيوقفوا الوزاره واحد الصف طويل، مذيع التلفزيون تيوقف مور داك الصف قدام الميكروفون باش تيشوف الطياره وكذا كذا. وقفنا. هادشي شمن وقت في النهار تقريبا؟ هادشي العشيه؟ لا ماشي في العشيه، على محل في بدايه العشيه. بدايه العشيه. ايش عقلنا انا بالضبط، ولكن كانت الشمس. كانت الشمس. وزاره البروتوكول كل شيء كينتظر. كل شيء تينتظر. بما فيهم أفقير. بما فيهم أفقير. أفقير انا بان لي ذاك النهار اولا كيفاش نقول لك يعني عاش في لابلاج واحد المده بحيث برونزي. 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 وشعره عنده بحال واحد لارلوكان مخلى شعر طويل وضاير هكذا وتيكمي تيكمي وتيضحك مع الوزراء، يمكن تيعاودوا نكات ولا شي حاجه، شي من بعيد انا ماشي قريب لهم. انت كتشوف كتامل اش واقع. مجموعه تما حتى هما تيحكي وكل واحد فين تيحكي تيعين يقولوا لهم قبطوا وقفوا في المحل ديالكم الطياره تنزل. واحد الساعه قالوا لهم يلا كل شيء وقف بروتوكول يلا سيدي وقف وقف وقف. اذا الطائره الملكيه قربت تنزل في المطار ديال السلطه. الكرافطات ديالهم الوزاره تيصوبوا الطياره هابطه. كتشوفوها؟ تنشوفوها. طلبت انا الخط. غيبدا التسجيل. سيداتي وسادتي كذا كذا، يعود صاحب الجلاله بحفظ الله ورعايته بعد زيارته لفرنسا وتمتيني للعلاقات كذا كذا وكذا وما عرفش داك الشيء وكذا. بديت تنهضر وهذيك الطيارة عادة تتنزل تديرها وتجي للمطار. نزلات ما بغاش تجي للمطار. بقات ماجور. بقات قضى لي لا تخبات بحال اللي هبطات هكذا
كاين واحد لاكولين هنايا واحد التل هنايا مشات مورا وتخبات. عاده انت تجي بالدوره وكترجع باش ترجع باش تجي عند الناس، ما بغاش تجي، عييت ما نهضر انا، ما بقى عندي ما نقول، سكت. وطبعا ما جاش في بالك بانه شي حاجه وقع، ما كاعش باش غتجي بالك انت تشوف الطياره نزلت بخير وعلى خير. هي الطياره ملي نزلت كانت مضروبه، زهقات، دخلات فوق فوق التراب، تهرسوا لها هذوك الروايط ديالها. اها. تحلوا لي طوبوغون. بداو الناس يهبطوا في تيزهقوا باش يهبطوا، الملك زهق هبط، مولاي عبد الله معاه، الكولوني جنرال الدليمي، دري السلاوي، مولاي حمد العلوي، الناس تيهبطوا. الوفد الملكي كله. هبطوا، ملي هبطوا لتحت ما عندهم لا طوموبيل لا والو وبعيدين. هاد الناس ملي هبطوا راه هبطوا مخلوعين. راهما تضربوا في السماء، رد الطياره ضربت في القرطاس وبقات تتزعزع هكذا واحد 20 دقيقه، يعني اللي عنده شويه القلب هذاك وراه مات. صح. الملك في خطر، الناس اللي معاه في خطر، الجنرال تيقاوم، الطيارات باقين خايفين يجيو يكملوهم يطيحوا الطياره. هادشي كله حنا ما في خبرناش، ما في خبركمش، وما بانش في الوفد اللي كان كينتظر الملك. لا لا والو. وفقير مثلا ما بانش عليه شي حاجه ديال الطراف شي حاجه أنا ديال لا انا افقير تنقول لك تيضحك وتيكمي صافي، وحال اللي تيعاود شي نكته ولا شي حاجه لشي بعض الوزراء. هو ديك الساعه عارف الطياره غادي تنفجر بين اسبانيا والمغرب في البحر، جبل طارق في البحر، باش ملي طيح ما عندهم ما يصيبوا فيها. مشات لي عبد الله عطاه وعارف الطياره تقلعوا من 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 القاعده العسكريه ديال القنيطره، وعارف السميات ديالهم واجتمع معاهم من بعد، وفي الليل كان معاهم، في ذاك الليله كان معاهم، هادشي كله عارفه، ولكن هو بوحده اللي عارف داكشي. وامتى غتكون اللحظه الاولى اللي غيعرف السي معنينو؟ اللحظه الاولى هو شي حاجه ما هياش، هو اولا مشات واحد الارساز صفتو. لان افقير ملي شاف الطياره نزلت خرج، وخرج ما رديناش بالنا بانه مشى، انسحب من انسحب الناس اللي كينتظروا. اه ولكن حتى واحد انا بعدا ما رديتش بالي، وعدد الناس ما ردوش بالهم. هذيك السياره ملي مشات غترجع هي اللي غتجيب الملك وغتجيب الدليمي. وغادي ترجع وشي واحد غارد كور، وغترجع باش تجيب مولاي عبد الله. غتجيبهم حدا في الناس كانوا كيتسناو. ماشي من العاده على ان الملك تيجي في السياره ارساز قديمه. ما يمكنش. ما يمكنش. شي حاجه ما هياش. حاجه ما هياش. نزل الملك شعره وقف. الدليمي ملي نزل، نزل بواحد الميتريوز في يديه. ياك لاباس شنو كاين؟ هادشي جا وحداكم؟ هادشي حدانا هي. نزل الملك مشى قدام هذاك الحرس. اها. الحرس دار التحيه للعلاء. رغم هذاك الشيء دار التحيه. رغم دار التحيه وزاد بشويه وبدات الوزراء تيسلموا عليه كان شيء لم يكن. لهالدرجه. انا استرجعت الروبورتاج باش هما في تما غادي يقطعوا يديروا الطياره ويديروه ماجي. لا محل دبوا راسهم. انا بالنسبه لي اللي استرجعت هو ان العلاقات المغربيه وكذا وصاحب الجلاله، ولكن هادشي كله انا بدا تيخدمني. كتقول اش واقع؟ انا جاب الله كنت واقف مور واحد الوزير كان عنده نفوذ كبير هو الحاج محمد بحنيني. اييه وزير الثقافه انا ذاك. كان واحد الثقافه ديك الساعه وزير الدفاع. كان وزير الدفاع. وكان الفقيه ديال الحسن الثاني. ورجل الثقه هو اللي تيكتب الخطاب ديالو. انا تنحكي واحد العدد القصص فيها تعرفه على الكتابه ديالو وكذا وكذا. فملي حنا عليه بس لي يدي طلع قال له الفقيه راه ضربوني في الطياره. هذه فودني انا. سمعتيها سي معنينا؟ ضربوني في الطياره. الفقيه راهم ضربوني في الطياره. وبان الحسن الثاني متاثر في الحسن الثاني ما هبطش يضحك. هدر يمكن اللي نقول كان واحد نوع من الاضطراب. ولكن حافظ على واحد كيفاش نقولوا واحد المظهر بروتوكولي لان دارها شاف لي كاميرا. عارف راسو تيتصور. الروبورتاج غيدوز من بعد في التلفزيون؟ غيدوز في التلفزيون الروبورتاج.
دخل الملك للقاعه ديال الانتظار. انا فضولي كصحفي خصني نعرف شنو كاين. دخلت نجري حتى انا داك القاعه ديال الانتظار. صبت الملك واقف مع شي واحدين تيكمي. ودخل واحد البيت تمايا بحال شي بيت صغير كان يمكن فيه شي مكتب ولا شي حاجه صغيره بحال هكا. بقى واحد شويه وخرج. انا عيطت للطاقم ديال التلفزيون يجي لعندي للقاعة. بغيت ناخذ الملك. هو مجتمع معاه. هو واقف تيكمي وكذا وهذا. هو دخل شعل الضو جا وقلنا طفيو الضو. سيروا صوروا الطيارة. اها. مشيتوا صورتوا الطيارة. مشينا نصوروا الطيارة. ديك الساعة هو دار المخطط ديالو. عرف الطيارة طيارة الأربعة ولا الخمسة اف 5 اللي ضربوه ما يمكن لهمش يبقاو في الجو بزاف. أولا خصهم يديروا الكيروزين، ثانيا خصهم يهزوا البومبات جديدين باش يضربوا باش يهبطوا ويعمروهم ويطلعوا ويرجعوا. دار هو التوقيت ديالو. يعني غي غيهبطوا غادي 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 يجيو يضربوه في المطار. يعني مازال الخطه مستمره. الخطه مستمره لان افقير مشى وقال لهم ضربوه في المطار قبل ما يخرج من المطار عندك وتمنعوه. الحسن الثاني غير نسحب. الحسن الثاني كان الموكب ديالو واقف، السياره ديال الان والسياره كذا والسياره ديالو اللي عارف فيها هو والسياره ديال كذا والحور راس والوزاره والموتورات دايرين بهم. كلشي كينتظر. كلشي تينتظر. اول حاجه غادي يقول لهم الملك، قال لهم الملك الموكب ينطلق. يعني خص شو يدير المكر في التعامل مع اللحظه. عارف الخطر مستمر. عارف هما غادي يجيو من السماء تيجريو غادي يصيبوا هذاك الموكب يقدروا يضربوه. غادي يضربوه غادي يقول له الو الو راه حنا ضربناه في الطوموبيل. طلق الموكب وهبط على رجليه ودخل الغابه هو وخاه هو مولاي عبد الله. مولاي عبد الله الخوين جاو تيصيبوا هذاك الموكب طحنوه. يعني لولا شويه ديال الذكاء كان ممكن كان انه يتصفى في الموكب وضربوا المطار. انت فين كنتي في اللحظه فاش بدا الضرب ديال المطار؟ انا خارج. عطله زوينه هذه عندك. عطله زوينه. انا ملي سمعت الانقلاب وشفت الطياره تيقنت بان شي حاجه خطيره موجوده. انا جيت مع الطوموبيل مع واحد الصحفي من الاذاعه دابا نقول لك السميه ديال عبد الحفيظ الرفاعي. الحفيظ الرفاعي الله ودي. عبد الحفيظ الرفاعي طرا له بحالي طرا لي حتى انا. بقى تيهضر وقادت له الهضره. ملي جا الملك قالوا له راه ما سجلناش. جلس في الارض وجلس تيقرا داك البابي ديالو. انا دقيت له على كتافه. نو داسي شنو كاين؟ قلت له القرطاس. قال لهم السلام عليكم ورحمه الله. سالي. ركبنا في الطوموبيل وخرجنا بحالنا. حنا درنا والطيارات ضربوا هذاك البلاصه فين كنتو. البلاصه فين كنا والموكب الخاوي. الموكب فيه الشيفورات. واحد العدد الشيفورات ماتوا. كانوا تصاب. واحد العدد ديال اشخاص تجرحوا واللي وعدد ماتوا تضرب. ملي ضربوه تما جات الافقير الخبر بان الملك ما كانش في الموكب. في الموكب الخطه ديالو فلات. وتقال له بانه راه مجروح لان الملك ملي كان في الطياره قال لهم قولوا له قل هذوك هما اللي الطياره اللي تيضربونا الملك راه مجروح. فهمتي؟ مناوره وصلت. فهاد الخبر هذا تيوصل الافقير لان التسجيلات راه عنده الهضره بين الطياره والطياره كلشي مسجل. قال لهم راه مشى للمصحه الملكيه في القصر كلينيك رويال في البالي رويال في القصر. ضربوه حتى المصحه الملكيه. فهما ناضوا قلبوا اتصابوها قدوها وقنبلوها. وانا ذاك الحسن الثاني فين كان؟ الحسن الثاني مشى للسخيرات. مشى للسخيرات. حسن الثاني ملي خرج من الغابه وقف في الطريق هو وخا واحد من الحراس ديالو الخاصين وقفوا واحد الطوموبيل.
دار اوتوستوب. دار اوتوستوب. هبطوا منا واحد الراجل والمراه ديالو، قالوا له سمح لنا غناخذوا لك الطوموبيل، خذوا الطوموبيل ودخلوا بحالهم بالرباط. باش مشاو للسخيرات. مشاو للسخيرات. وهكذا. وهنا حكايات كثيره، المهم على انه فشلت المحاولة. فشلت المحاولة وظهر على ان أفقير هو صاحبها. هو صاحب المؤامرة. باش غادي يظهر بانه صاحب المؤامرة؟ واحد جوج ديال الضباط غادي يهربوا في واحد الهليكوبتر من القنيطرة يمشيو لجبل الطرب. وغينزلوا تما ويطلبوا اللجوء. اللجوء. الملك هدد بريطانيا. باش هددها؟ جبل طارق كانت محاصرة متعرف السبليون. حنا تنعطيهم الماء والخضرة والحليب والخبز، كل شيء تيجي من المغرب. من المغرب. يعني إلى قال لهم ردوا بالكم. أنقطع. أنقطع. داروا في الهليكوبتر وردوا منا. رجعوا من المغرب. رجعوا. واعترفوا بأنه أفقير. وتعرف بأنه أفقير. أفقير كان ورا داكشي. واحد من اللي بيلوت من اللي ضرب الطيارة باش يهرسها وما تهرسات وما تفرقعاتش. جا هو قال غنقبض الطيارة ديالي وغندخل في هذيك الطيارة الحسن الثاني نتفرقوا كاملين. ومع ذلك هو ماشي لها طرا ما طرا داز تحت منها يلا قلع منها شي طرف دارت به الطيارة باراشوت هبط طاح تهرست له رجلي. اها كان بزاف ديال الحظ في هذا بزاف بزاف الحكايات. واخا نحكي لك شحال نحكي لك انا. حديث رمضاني مع الصديق معنينو. مدام ذكرنا على هذه المحاولتين الانقلابيتين، غادي نبعث تورات اخرى. على كل حال انا كندعو الناس انهم يطلعوا على الاجزاء الخمسه ديال الكتاب ديالكم، ولكن هاد جوج المناسبات ومناسبات اخرى فرضتها عليك المهام الاعلاميه ديالك السي معنينو، حطاتك نقولوا في اتصال مباشر في احيان كثيره مع الملك الراحل الحسن الثاني. وفي الكتب ديالك في الاجزاء كلها عاودتي بزاف ديال اللحظات، وصفتي بزاف ديال اللحظات، وعاودتي بزاف ديال الوقائع وربما الطرائف اللي ما كيعرفوهاش او على الاقل جزء كبير من المغاربه على الملك الراحل. انا اللي اثارني هو انت كتكلم على العادات ديالو في التدخين، وقلتي بانه في كل مناسبه في الاجتماعات كتحط حداه واحد الصندوق فيه من السجائر الفاخر وحتى الشعبي. بغيت نتاكد من هذه الروايه سي معنينو. صحيح صحيح. الحسن الثاني كان تيدخن كثير. وملي تيشعر بواحد النوع من بحال نوع من الاحراج تيدير يديه على الكارو. كيخبيه. لا تيجبد الكارو باش يكمي. وهذا تتلاحظوا في الندوات الصحفيه ديالو. تيكون بخير مزيان ملي تيجي شي سؤال ما تيعجبوش ولا تيحرجو تيجيب الكارو عاد يكمي الكارو عاد تيجاوب. وانا ذاك زعما اللي كيكمي في الاعلام عادي ما كانش مشكل. هو هي في الخطاب ما تيكميش. في الخطاب. الخطاب ما تيكميش. الخطاب فيها واحد عدد القصص غنعاود لك واحد الوحده ولا جوج. ولكن في الندوات الصحفيه تيكمي. في الندوات الصحفيه. الندوات الصحفيه. ولا رجعتي لصور الندوات الصحفيه ديالو دائما تصيبو تيكمي. الخطاب ديالو انت تتعرفوا بانه كان تيرتجل الخطاب ديالو الحسن الثاني. ما تيكتبهاش. لكن كان تيفكر فيها. انا عندي التجربه ديالي وهذا قبل واحد الخطاب مثلا غادي واحد الخطاب في عيد الشباب اللي كان هو 9 يوليوز تيدي واحد النوع من الاعتكاف واحد اليومين او ثلاث ايام. باش يحضر الخطاب. تيقلل من الانشطه ديالو. وتيحضر الخطاب تيدير البلان ديال الخطاب. تيختار الايه ديال القران اللي غتكون تتنسجم مع الروح ديال الخطاب. بعض المرات تيقلب على شي بيت شعري، بعض المرات تيقول شي مقوله ديال لينين ولا ديال ماو تسي تونغ ولا ديال شي 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 واحد من اليسار تيستدل به. يمكن يجيب واحد الحديث شريف نبوي. اذا تيدير هادشي في بالو في راسو، تيدير المخطط ديالو وتيجلس قدام وتيخطب. وعاده سواء الناس اللي كانوا تيبغيوه او ما كانوش تيبغيوه هي تيكون عنده الخطاب، الناس تمشي تتفرج في الخطاب.
اما اذا كانت عنده ندوه صحفيه كل شيء تمشي تفرج فيه، لانه تتكون واحد القمه ديال الشخصيه ديال الملك ظاهره فيها. في الخطاب خطاب واحد كان صعيب عند الحسن الثاني، اللي هو خطاب العرش. خطاب العرش، تتعرف العرش هاد العرش كان هو 3 مارس 3 مارس انذاك نهار 2 مارس تيسجل الخطاب، وعاده الخطاب ديالو تتكون فيه واحد الساعه ديال عيد العرش. علاش؟ لانه تيكون بحال واحد الديسكور بيلون كيستعرض الحصيله ديال العام ديال واحد خطاب حصيله تيقول وفي ميدان التعليم فتحنا كذا من الاقسام، وفي ميدان الصحه كان كذا، وفي ميدان كذا، وانت غادي معاه بحال هكا. وما كانش تيحمل انه يقرا، تيشعر بالضيق. وكان الخطاب تتكتب على 2 ديال الطرق، واحد الخطاب اللي هو الاصلي في العمق ديالو تتكتب في الديوان الملكي، وعاده تيشرف عليه قديره، تيكون ارقام، تيكون منطقي، وتيكون كارتيزي وكذا وكذا. المقدمه والخاتمه كان تكتبها الفقيه بحنيني الله يرحمه. بحنيني ما عنده علاقه بلو بيلون الحصيله ولكن هو تيكتبها بواحد الطريقه اندلسيه، بحال داك يعني داك الاسلوب العربي القديم اللي يعني كان الحسن الثاني ميال الى هذا النوع ديال الاسلوب. لا كان تيكتب له، وكنا تنصيبوا صعوبه باش نترجموه، ما يمكنلكش تترجمو، وتيجي وتيبحث على شي كلمات باللغه العربيه تيقلب عليها هكذا تيبدا، ومن بعد تدوز وفي الاخير عاود ترجع لها. انا تنفكر واحد النهار الملك بدا تيقرا الخطاب ديالو، كل الملك عنده الحق يوقف ملي تيسجل، دابا حنا نوقفوا واحد شويه على ما نعاود كذا نكملوا ونهضروا وعاود نكملوا عاد ديك الساعه المونتاج. وقف 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 اسيدي، وقفنا. قالوا شكون اللي كتب هذه المقدمه؟ كانوا تيحضروا الوزراء والمستشارين والضباط انت كتكون حاضر في التسجيل ديال الخطابات؟ وقع السكات، لان حتى واحد ما بغى يقول راه الحاج محمد هو اللي كتبه. الحاج محمد له نفوذ وله قوه، ويجبد معاه شي واحد الصداع غير غادي ما غادي يكملش. جيبها في راسه، جيبها في راسه. الملك قال لهم شكون اللي كتبها؟ جا شي واحد قال له نعم سيدي بحنين. قال لهم كيفاش يمكن له يكتب واحد الحاجه انا اللي تنقراها ما فهمتهاش، وكيفاش بغيتي الشعب يفهمني شنو بغيت نقول له؟ يعني كان دائما عنده هذا النوع ديال الملاحظات اللي ما كتجيش على البال بعض المرات. لا ما تجيش على البال. واحد المره اخر في التسجيل كان بدا تيسجل وماشي عاديه غادي تيسجل، واحد الساعه هو يوقف، وقف ودارها، قالنا تتسمعوا تتسمعوا حنا ما تنسمع والو، ولكن هي تتسمع واحد الطياره دايزه هو تيخطب سمعها. انتبه بانه طياره، انتبه الطياره. قال له الطياره دايزه. قال له بالله يرحمه ملي كان تيجي ديك شي خطاب الفرنسيس تيديروا له واحد الطياره تتبقى تدور فوق القصر باش تخلعوا. تتقول له زعما راه فرنسيس حنا هنا اجي شنو ملي نكون غندير واحد الخطاب حتى طياره ما تدوز من هنا بعدو عليا داك الشيء باش. على ذكر الخطاب ديال الملك اعتقد انه كان وشرتي له في كتابكم السي معلينو باش غيبدا البت بالالوان في التلفاز المغربي غيكون خطاب عرش. خطاب العرش كانوا بزاف ديال النوادر اعتقد 73 73 73 73 كان عيد العرش في فاس. 73 راه جا من بعد 71 و72 اللي هضرنا عليها، المؤامره الاولى والثانيه. اذا فاس زينوها وجابوا الاجواق يعني باش الناس ينساو ذاك ينساو هذيك الاحداث الداميه وكذا اللي وقعت طوي الصحه ونمشيو لصفحه جديده مشرقه كذا فاس. فمدير الاذاعه والتلفزه قال حتى التلفزه غتساهم بشي حاجه في هذا عيد العرش. قال اش كاين؟ قال الخطاب الملك لحد الان تنقال بالابيض والاسود.
ابتداء من 3 مارس 1973 غنقلوها بالالوان. بالالوان. واو ديك الساعه ثوره. ثوره. حنا ما عندناش الامكانيات. اذا جابوا واحد جوج الكرام في فرنسا، واحد 30 ديال التقنيين والفنيين من فرنسا باش يبدا البث بالالوان، باش يدوزوا الخطاب. غير الخطاب. ايه الخطاب يدوز بالالوان ورجعوا النواري بلون ديالنا حنا. فجاوا هذوك الفرنسيس الفاس، الملك ساق اخبار قال لهذوك الناس اللي عنده في القصر ساعدوا هاد الفرنسيس غيديروا الالوان. ما الالوان كل شيء مشغول بهاد الالوان، كيفاش الالوان. انا هذاك المدير العام قال لي سير معاهم الله يخليك السي معنين ولا القصر، وقف معاهم. المهم باش يديروا السلوكه، داكشي كاين بزاف السلوكه وبزاف ديال الضوء وداكشي معقد. المهم مشيت معاهم، دخلنا للقصر. قال فين غادي يخطف سيدنا؟ قال غادي يخطف في دار الفاسيه. دار الفاسيه شنو هي الدار الفاسيه؟ دار الفاسيه هي واحد الدار موجوده في قلب القصر ديال فاس. وهي دار مغربيه، بحال واحد الدار مغربيه فيها بوس الدار والخصه وثلاثه البيوت، وفيها الفوق والدربوز وثلاثه البيوت، وداك البيبان الكبار عاليين والخامات وداك الشيء والزليج البلدي في الارض، تتسمى دار الفاسيه. الملك بغى يخطب في دار الفاسيه. وجا مورا واحد الباب ديال اللوح داك الشيء منقوش الطريقه المغربيه كذا كذا، نزلوا له واحد المكتب ديالو الشيليا، وتينزل هو قدامه دائما واحد الطبله فيها التلفزيون. الحسن الثاني يراقب الخطاب ديالو في التلفزيون. هو يشوف شنو كاين، تيشوف راسو كيحضي وعدد المرات تيدير ملاحظات. كيهتم بالتفاصيل، تيهتم بالتفاصيل التفاصيل. فجاء هذاك مالين جبدوا السلوكه، نزلوا لي كاميرامان. كان واحد المخرج شاب يمكن عنده واحد 35 عام ولا شي حاجه، جا وقف. ماشي مغربي؟ لا ماشي مغربي، فرنساوي. غادير الالوان شي حاجه كبيره. جا هو قال لهذاك الرئيس ديال الخدام ديال القصر قايد، الله يخلي داك الطبله وداك التلفزيون زولهم. قال له ودي هذا العدد الملكي علاش غنبدلوا فيها؟ تيقول له السي معني نقول له الله يخليك هذاك الشيء ديال سيدنا حنا ما تندخلوش فيه. قال له نو تزولوا. بما انهم تلقاو تعليمات باش يسهلوا المهمه د هاد الفرنساوي اللي جاو يديروا الالوان، هز الطبله وزولها. الاخر رجع للوردر هكذا ويتبان له هذيك خصه. خصه قديمه وبالبلا وسميتو والمرمر الابيض اللي ماجي من الطليان مدوره بالزليج بلدي. قالت لي حيدها. قال له حيدها. يا سلام. هذاك القايد شاف الاخر قال له قال لك سيدنا تعاونوا معاه. عيط لواحد المخزني قال له جيب واحد المقدي ومطرقه. انا عارف شي مصيبه غادي تطرق. غادي تنقول يا ربي اش دخلني انا في هذه المشكله نوقع فيها. الحسن ثاني كاين في القصر. احنا ما عارفينوش ديك. ما عارفينش فين كاين. دار الفاسيه خاويه، كاينين المخزنيه والقايد. وهذوك مالي الامن اللي واقفين حاضرين دايرين شغلهم. سير هذا مع الدار تترد الصدى، تيضربها من التحت باش يحفر عليها هكذا باش يزولها. واحد الساعه وشكون اللي تيطل من الدربوز بالبيجامه؟ الحسن الثاني. الله كالناعس. كالناعس وفيقوه. هو تينعس بصعوبه ولا خرجه تيدير له مدفع عند ودنيه. وقفا اش تديرو؟ وا ما عرفتي باش تبليتي داك اللحظات السيبادي هتجي فيك الدقه. هتجي فيك الدقه. وانا مشيت تنجري تخبيت مع واحد الساريه درتها باش ما يقشعنيش، لان ما غتنزلي في المغربي فرنساوي ما يقيم على خير. وقفات العمليه. هذاك اللي تيضرب مسكين بقى جالس ما عارف ما يدير، جمد. هذاك القايد ضاخ، هذوك المخازنيه هربوا. واش الملك فيقته من النعاس ومن الدربوز تيغوت بالبيجامه؟ هذه تطرى مره في 50 عام. ودازت الامور على
وقفات بسلام. لا وقفات وقفات وقفات, وقفات. هذاك القائد هز الطبلة وعاود رد المحلة ونزل التلفزيون صافي. قال الى دابا غادي يهبط يقول لي فيني انا اللي غادي نمشي فيها. اللهم ارجع لازم تيجي هو يقول لك زول أه. وغيدوز الخطاب بالالوان على ما يرام. غيدوز بالخطاب بالالوان غينزل الحسن الثاني ام باقي تنشوفو هكذا طلب قهوه شعل كارو جا داك المخرج زاد لعندو بغى يهضر معاه. قال له ماجستي قال له مسيو فيتر فو ترافاي جو في لو ميان بالفرنساويه دير شغلك وانا تندير شغلي. تما خلينا من ديك الهضره الفهمه ديالك. وبقى التلفزيون قدامه وبقات الخصه في محلها وبقينا تنقولوا الله يحفظ شنو غادي يطرى طرى ساعه ما دازت الامور دازت الامور بخير من غير هذاك اللي كان تيهرسها تنظن جراو عليه ولا عطاه ولا عصاه ولا الله ما عرفناش غتجي فيه الدقه المهم غتجي فيه هو اللي مشى يصور. حديث رمضاني مع الصديق معنينو. ذكرتي مجموعة ديال الطرائف خصوصا في العلاقة مع الإعلام وكنتذكر من الوقائع اللي فيهم شوية ديال الطرافة موقع مع واحد الصحفية اللي شافها بميني جيب في قاعة العرش. ايه صحفية مغربية مغربية وصديقة ديالي وما عرف واش تسمح لي نقول سميتها ولا لا. نقول لك سميتها فاطمة. فاطمة شي حاجة ميم وقيلة ميم فاطمة ميم نقلبوا كاع اللي كيبداو الأسماء بالميم ونخرجوا واحدة منهم. هي صديقة ديالي اسمها فاطمة المؤمن. فاطمة المؤمن كتشتغل في التلفزيون تقدم الأخبار وتقدم برامج وصبحت مديرة إكسترا. هاد السيدة أولا طويلة في القامة وسيمة جميلة ودخلت تخدم من بعد واحد ثلاث شهور ولا أربع شهور. قالت أودي كنت انا ديك الساعه رئيس مصلحه روبورتاج وكنت تنعين الفرق اللي تتمشي باش دير التغطيه كذا كذا. نعم. هي مشات واحد النهار دير واحد التغطيه في القصر الملكي. كان واحد الفرق خاصه تتسمى الفرق الملكيه هذيك دائما معباه ليلا نهار الى عيطوا يمكن من بعد نص ساعه الناس يكونوا في عين المكان وهذا غادي يطرى لي في واحد رمضان وغنتعتق الامور في ذلك رمضان. المهم ديك الساعه كانت الميني جيب هي الموضه عاديه زعما عاديه البنات في الكليه في هذا وفي الزنقه وفي كل شيء انما هي كانت طويله وهذيك الميني جيب ظهرتها بحال شي شويه بحال اللي عريانه ولا شي حاجه. دخلت قبه العرش وقفات الكاميرا ما قدامها وداك الشيء تيعينوا الملك يخرج. الملك خرج من واحد الباب والعرش قاعه العرش اخطر محل في المغرب اعظم محل في المغرب هي القاعه اللي فيها العرش ديال الدوله. خرج الملك دارها ويشوفها ليش فجاه صدمها. قال لا انا فرحان واحد الصحفيه مغربيه تجي باش تغطي الخبر ديالي ولكن هذه قاعة العرش وعندها البروتوكول ديالها وحتى خواتها ملي تيجيو لهنا ما تيجيوش بالميني جيب. فهي كنحاول نتخيل رد فعلها وحالتها في ديك اللحظه ورجعات على محل من بعد داك سميتو في واحد الحاله يرتالها تقول انا غير محظوظه وما عندي حظ وما عندي كذا وانا كذا وانا كذا لا محال وبقعد في البدايه ديالها عاد بدات. اذا خبينا احنا واحد 6 شهور ولا 8 شهور ما بقاش تمشي لذاك القصر حتى نعينو تبرد الامور وكذا. هو يجي واحد النشاط فين جا في مطار سلا غتمشي تيسميه مطار رباط سلا هو مطار سلا لانه موجود في سلا فغات تمشي. كان يلاه الامير مولاي عبد الله غادي يودع شي رئيس دوله غادي يمشي. فمشات بالميني جيب ديالها وداك الشيء وقفات واحد الساعه وما يقولوا الملك ماجي. واو الملك ماجي وهي مشات تجري للطوموبيل عندها جلابه في الطوموبيل وشال كانت هي محربه لبسات الجلابه ديالها لبسات الشال مشات وقفات قالت الحمد لله هذه المره الحمد لله ما عنده ما يقول عليا غادي يقول عليا. فاذا الملك ودع الرئيس هو رجع وقال لها اجي يا بنتي فاطمه اجي ما
عندها زر الزغبية. قال انا قلت لك بالجلابة. انا ما قلت لكش بالجلابة، قلت لك فقاعة العرش ضطربت هي. جا عيط لشي واحد قال له اجي شريو لها دي جيب شانيل، وشريو لها لي با كذا كذا، وشريو لها كذا كذا. الله يبارك في عمر سيدي، رجعت عاودت تقول لك مصيبة هذي. كتبتي واحد الفقرة لجزء من الكتاب لعنة الميني جوب مع الحسن الثاني. لعنة الميني جوب، لأنه وقعت ربما في مناسبة أخرى، كان شي مؤتمر أعتقد. مناسبة أخرى حسن تتفاني السي رمضاني. هذا مرة أخرى كنا في مراكش، كان المؤتمر ديال الجات. الجات المنظمة العالمية للتجارة وكذا وكذا. في التسعينات هادشي. التسعينات. وكان وزارة الإعلام ديك الساعة أنا مدير الإعلام، كاتب عام وزارة الإعلام، عطاونا واحد الفندق، فندق ديال رويلر ماروك. تعرفوا موجود في الدار في مراكش كبير. هذاك خاص الصحفيين. وكان عندنا الطاقم اللي تيدير اللي تيوزع كذا، والطاقم اللي تيدير مكلف بالنقل، والطاقم اللي مكلف بالسكن، والطاقم في وزارة الإعلام كانت عندنا خلايا خدامة. ولكن لتحت في السوسول كانت عندهم واحد القاعة كبيرة، رديناها كلها قاعة ديال البث الصحفي. واستعملنا فيها آخر التكنولوجيا اللي كانت موجودة في العالم ديك الساعة، وكانوا الناس ديال بي تي تي وداك الشيء ساعدونا. ونظرا لأنه شي 150 دولة غتكون حاضرة، كاين اللي في الوقت اللي تنكونوا حنا ناعسين هما فايقين، خص المراسل يصيفط في ذاك الوقت. على محل كانت واحد العملية معقدة. وكان هذاك المركز أثار الانتباه، وشي واحد مشى قال الملك، قال له نعم سيدي هذاك وزارة الإعلام درت واحد المقال مزيان ممتاز كدا ممتاز. الملك واحد النهار مع الخمسة د العشية الناس مشاو بحالهم، بقاو شي ثلاثة ديال المساعدين ديالو، قال لهم اودي انا في الليل في الليل كونوا معايا، غادي نمشيو للوطيل ديال قصر المؤتمرات اللي غتنعقد فيه الجلسات وداكشي، نشوفوا القاعات ونشوفوا التهيئة. هو كان تيحرص باش يتبع هادشي، عندك تكون شي حاجة ماشي هي وكذا كذا، ومن تما لتما ندوزو نشوفوا هذاك، نمشيو على رجلينا المركز، نطلقوا رجلينا نشوفوا المركز. ما في خبركمش نتوما بانه حنا ما في خبرناش يمكن الحسن ثاني يزوركم؟ لا، انا عيطت لي واحد صاحبي من هذوك الثلاثه اللي كانوا واقفين تما. حضي الحسن ثاني جاي، قال لي صديق رد بالك راه في الليل راه هو عندك. قلت له شكون؟ قال لي الفوق شارلي. انا مشيت عند مدير الاوتيل قلت له ودي راه هذيك الساعه الوزير هو البصري، وزير الداخليه والاعلام. قلت له راه غادي يجي الوزير وغادي يجي شي وزاره معاه وداكشي، والله يخليك دابا صيف داك السيرفيس ديال التنظيف وداكشي، وتلقوا الروايح المزيانين في الليل وكذا، وديروا شي شويه ديال الورد وهادي يعني درت لهم اشاره بحال هكا. البصري عيط لي تيقول لي شحال الصحفيين وصلوا، ما عرفتش داكشي، شي وحدين كانوا نزلوا في الدار البيضاء وزولوا لهم شي ماكينات ما ماكينات شي تخربيقه بحال هكا، واش حليتي المشكل ولا باقي؟ فاخر المكالمه انا على حسنية قلت له راه الملك غيجي في الليل اللي عندنا. قلت له البصري، والبصري ما في خباروش اللي هو وزير الداخليه. واش هو وزير الداخليه؟ والملك قال له ما تقولوا حتى شي واحد. وانت؟ انا هذاك السيد ما قاليش ما تقول حتى لواحد، ولكن يعني فيها نوع من الوفاء. كيبقى وزير ديالي. كيبقى وزير ديالي. المهم في الليل الملك مشى لهذاك قصر المؤتمرات، مع دخل لقصر المؤتمرات هو تيشعل مع هذاك المدير. المدير هو اللي كان راه مشهور من الناس ديال السياحه في المغرب، هو اللي بنى قصر المؤتمرات في مراكش. دخل القاعة اللي غير هذه العالمي اعتقد العالمي هذه العالمي هذه العالمي وتصيب واحد القاعة كتب عليها قاعة شي حاجة اسطنبول ولا شي حاجة بحال هكذا، وشي قاعة أخرى هي شي حاجة هي تركيا. وهو الملك غضب ما عجبوش الحال، وكيفاش عندنا في المغرب ما صبتي ما تقول لا لا الموحدين ولا المارينيين ولا والو، ماشي ديال اسطنبول ماشي تعقد.
انا في الاعتقاد ديالي الملك ما كانش باغي مصري يحضر. علاش من دارك؟ بغى يمشي هو وداك الناس صحابو باش يكون مطلوق على راسو يتكمي وتضحكوا وتعاودوا النكات وراه بشر بحالي بحالك بحال كذا كذا. البصري بوانتالو في باب القصر. خدمه البصريه هذيك الملك كيقولش كيدير هذا انا لقى شكون اللي قالها له؟ ثلاثه اللي قلتها لهم فلان وفلان وفلان، شكون اللي قالها له؟ اذا عندي شي واحد انا بيع صعيبه تبيع بالملك البصري. الملك جا عندنا صابني واقف انا وشي جوج ديال سميتو ديال الموظفين ديال وزاره الاعلام. سلمنا عليه دخل، انا حسيت به متوتر ما مرتاحش. داز كنا دايرين واحد الطبله ونزلنا فوق الكتبه اللي طبعناهم بالانجليزيه والالمانيه حول المغرب حول مراكش حول التاريخ حول الفن كذا كذا ما عرفتش داكشي باش نعطيوه للصحفيين باش تيستعملوا هذاكشي ملي في الجرائد ديالهم. كانت واحد البنت واقفه كانت قصيره وكانت الموضه ديك الساعه الشعر من فوق الشعر وهي قصيرة وجميلة وبرقية وبقى صغيرة ومثيرة ولبسة واحد من يجيب تل هنا ها اللعنة هو تزيد لعندها هي خلقت في هولندا ما تتعرفش تهضر العربية تتعرف شوية الريفية والهولندية فقط. والفرنساوية هو بدأت يهضر معاها بالعربية وهي تتقرب له داك الشعر ديالو تيقص في الوجه ديال الملك بصري تيشوف فيا تيقول لي نزل الملك دار فعاود يعيط لي ولا يعيط لشي واحد يقول له هاد زعما هاد الطريقه الجديده اللي درتي وشنو هي وريني هاد السلوكه ديالها هاد البريز هذا ما عجبكش ما داكش هو دراها وهي تبان لواحد البنت عاود بالميني جيب يا لطيف يا لطيف ميني جيب ميني جيب نيت وطويله وجميله واو شكون اللي جاب هذيك شكون هي سكات حتى حد ما جاوب شكون اللي غادي يجاوب بصري قالوا نعم سيدي روايلر ماروك هو يعطيها روايلر ماروك المهم بعد عليه المسؤوليه بعد بقات وزاره الاعلام وهذيك مال روايلر ماروك ما والو هذيك واحد الشركه اتفقنا معها عطتنا واحد 8 ولا 10 ديال البنات تيوقفوا تما تيوزعوا على الناس اللي بغى شي قهوه تجيبها له اللي تيقلب على شي تليفون تتعطيه له دي زوطيس كيف ما كيكونوا في المناسبات عادي ما عجبوش الحال انه يكون داك النوع بديك الطريقه داك الميني جيب ما عجبوش خرج بلا ما يقول لنا لا تبارك الله عليكم ولا شي حاجه والو حسيتوا بانه غضب وطلع في الطوموبيل بلا ما هذوك اللي كانوا معاه يسلموا عليه وهذه نادرة في توقع. يعني الحسن الثاني تقلق. معنا غضب تقلق ازدحم. بصري مشى بحالو هذوك الثلاثة تبعوه. ملي تبعوه قال لهم شكون اللي خرج السر. يعني مازال ما نساش بأنه شي حد قال أنه الملك جاي سكت جا وعيط عيط للمديوري اللي كان هو رئيس الأمن هذاك قال له غدير لي بحث وتجيب لي شكون اللي خرج الخبار. وشكون اللي علم البصري يجي. دار بحث انا جالس نتعشى وهذاك صاحبي اللي علمني اللي كان في في في, في القصر خدام اللي كان قصر في القصر وعيط لي في التليفون وجا معاه في الليل وديك الساعه راجل طيب وراه باقي الان خدام في القصر ومعروف انا تقريبا ذاكر الاسم ديالو بلا ما يذكر الاسم ديالو سميتو عبد الكريم بلا ما تزيد شي حاجه اخرى عبد الكريم وصافي عيط لي وفي حاله اضطراب قال لي سمعني انه المهمه ديالي انتهت في القصر جبتها في راسي وقلتها لك وراه البوليس غيديروا بحث ويمكن في البحث يجيو لعندك لهالدرجه قلت له شوف سيدي عبد الكريم انا راه ما نقول لهمش عيطتي لي قال لي راك ما تتعرفهمش اسيدي صديق غادي يخرجوا منك كثار من داكشي وانا تخلعت ما كملش العشاء ديالي طلعت للبيت ديالي وشديت عليا
توضيت وصليت بيت نقول يا ربي يا ربي يا ربي تفكر. كتسنى الدقه من غير شي بقيت تنعين انا تنعين شي واحد يدق عليا فعلا هكذا تديني النعاس تنفيق مخلوع تنحلم واحد الساعه والباب تدق قلت لك ما جاش قلت صافي بولي جا هو اللي شنو ترى ترى الملك ملي وصل للقصر بما ان لا رويلير ماروك تابع لوزاره النقل قال لهم عيطوا لي لوزير النقل وعيطوا لي للمدير العام الاذاعه ديال الخطط الملكيه الجويه شما اللي ياكلوا العصا علاش يجيبوا علاش يجيبوا هذوك الناس انا مع داك 6 ونص الصباح ولا شي حاجه تنسمع الدقه قلت الله يحفظ يا ساتر حليت الباب وانا تنصب وزير النقل بنفسه جا عندك وصلوا الصاد وصلوا وعيطوا له كان هو في الدار البيضاء وقالوا له تجي لمراكش هو تيسحب له غيكلفوه بمهمه رجع للرباط جمع حوايج وخذ الباسبور ديالو جا تيجري لمراكش ملي وصل لمراكش قالوا له راه فضيحه كانت وراه يمكن اليوم غادي يقولوا له طريق السلامه فعاودت له انا دابا هو هذاك السيد كان صاحب البصري والبصري هو اللي جابو الا قالوا له يشهد غادي يكون في واحد المأزق الا قال هذوك ماشي من الخطوط الملكيه ماشي ديالنا نعم سيدي ما تنعرفوهمش البصري كيكذب والبصري ما خصوش يكذب البصري ما خصوش يكذب مبدئيا والا قال له لا نعم سيدي هذوك راه من الخطوط الملكيه غادي يطير الوزير ويطير المدير العام ايوا كي غتفكها هنا فين وحلات وكيفاش سالت بقاو جالسين جاب الله التيسير الملك تشغل في المؤتمر وعجبوا المؤتمر ودار واحد الحفل كبير تتعرفوا في هذاك القط ساعتين ونص والملك واقف تيستقبل الناس تيدخلوا للقصر شي 1800 ولا ما عرفش شحال وجميع انحاء العالم وكان فرحان وداك الشيء عجبوا الحال نسى ديك القضيه لحسن ولحسن الحظ لحسن الحظ انتم مع التجربه السي مارينو خصوصا في تغطيتك الانشطه الملكيه وقربك من المحيط ديال القصر رجعتي واحد المرحله كتقدر تعرف يعني غير من الجمله الاولى ديال الخطاب شنو غيقول الحسن الثاني النبره ديالو ممكن تعرف المزاج ديالو كيفاش داير ولكن ذكرتي كذلك بانه الحسن الثاني الله يرحمه ما كانش فقط داك الشخص الصارم ذكرتي في اللحظه انسانيه وضعف انساني هي في الوفاه في الجنازه ديال الامير مولاي عبد الله هذيك الجنازه ديال الامير مولاي عبد الله كانت المراسم ديالها في مسجد حسان والامير مولاي عبد الله تدفن في الضريح ديال باه ديال محمد الخامس على اليمن القبر ديالو كان تمايا وانا كنت ديك الساعه في القاعه ديال الاخراج في الكار كاين واحد القاعه ديال الاخراج فين المخرج تيدوز من الكاميرا للكاميرا وتنظن كان في التعليق دور رشاد او هكذا لا ما حاشي بعيد بزاف المهم انا كنت في قاعه الاخراج علاش في قاعه الاخراج لان كنت مسؤول على الاعلام وكنت نعرف الحساسيه اللي كاينه في الجنازه الجنازه عندها واحد التغطيه خاصه يعني ماشي مساله عاديه لا ماشي مساله عاديه خصك تاخذ فيها واحد العدد ديال الاحتياطات لان هذاك اللي غادي يشوفها هو في اكادير ولا في وجده ما كانش حاضر ما كانش عارف الخلفيات فخصك ترد بالك واحد التغطيه خاصه المهم التابوت ديال مولاي عبد الله منزل جا صلاه الجنازه صلاه الجنازه وقوفا الملك وتنظن قدامه شي جوج او ثلاثه رؤساء الدول وشي كذا اللي كانوا جاوا وكذا نادى دق قال صلى وقال صلاه الجنازه هو قال صلاه الجنازه والحسن الثاني بدا تيبكي انتم ما متعودين تشوفوا الحسن الثاني كيبكي انا ما عمري ما شفت يبكي انا قدامي هذاك الكاميرا اللي قابطاه حله قابطه واحد يمكن واحد العشرين ديال الناس في الصف الاول قلت الكاميرا مال الاخر زوم على الملك زوم عطاني الحسن الثاني هكذا تيبكي قلت له خليك معاه بقى
قال الملك يمكن واحد 20 ثانيه راه عمليه طويله بزاف. والملك تيبكي وتيقلب على سميتو على مشوار حتى تيبان لي انا ماجي من الخلف العالم سميتو سي عبد الله قنون. كان في الصف الثالث شاف الملك تيبكي فجا عنده بدا تيقول له رجوع لله والموت واجب علينا وكذا وقبطو تيواسي فيه وكذا في الليل داز روبورتاج اللي داز روبورتاج واحد النوع الحاشيه من الملك الناس البلاط ديالو قالوا نعم سيدي دوزوك في التلفزيون تتبكي والحسن الثاني خصو يبان دائما قوي جاهد السلطان تتبكي نعم سيدي هذوك مؤامرات هذاك التلفزيون ولا الحرام نعم سيدي تيبغيو يشوهوا بسيدنا وكذا هذوك الدسائس اللي كانوا كيكونوا في الدسائس وكاين بزاف بحال هكذا يمكن نعاود لك واحد العداد جاو عيط لوزير الاعلام قال له شنو دوزتي في زعما تنبكي وكذا دير لي بحث وزير الاعلام عيط للمدير العام ديالي ديك الساعه قال له دوزتي وكذا قال له نعم سيدي انا شفتها كذا شكون اللي كان شكون المخرج عيطوا للمخرج المخرج قال له ماشي انا راه كان معايا معنينو في الكار هو اللي قال لك قبطوا الملك هو اللي هضر مع الكاميرامان في الكاسك قال له سير عند الملك عيط لي انا مدير العام قلت له انا شنو فيها أنا؟ هذا تنظهروا بان واحد الملك انسان عاطفي هذا خاه ميت وكاين شي واحد خاه تيموت وما يبكيش عليه ما يمكنش على طبيعي وهذا تتزيد عظمه على الملك ديالو كذا عيط للوزير قال له راه فلان اللي كان واش نقلي قال له دابا دابا شي غادي يوصل وراه غادي يجي يديروا معاه بحث يعني ما كانش سهل التعامل مع هذه المواقف وبقات واحد اليومين وثلاث ايام هما جوج ديال المقتربات اللي دايرين بالملك وحدين تيقولوا هادشي ماشي ممكن والسلطان ما عمر ما تيدير العدد ديالنا العام سيدي والسلطان كذا 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 وحدين تيقولوا لا هذا مساله عاديه جنازه الناس شنو الجنازه بغيتي يشطحوا فيها الجنازه الناس تيبكي وكذا كذا الملك طوال الملف قال لهم صافي انتهى هذا الامر هذا صافي ونجا منها معنينو مرة أخرى ونجا منها من بين اللي نجيت منها هي كاين بزاف ديال المواقف مع الملك الراحل تكلمتي عليها وربما المرحلة اللي يمكن ما نقولوش كتحتاج الكثير من 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 التفصيل ولكن مرحلة المرض ديالو كنت اشرتي ليها يمكن عبورا ولكن بنت أثرات في 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 الحالة ديال المغرب ككل وقتاش شعرتوا بأنه الملك حالته الصحية متدهورة الحسن الثاني الله يرحمه شوف هو قبل كانت واحد الإشارات اللي عارفينها الناس ديال داخل الأسوار ديال القصر ولكن ما عارفينش التفاصيل عارفين الأطباء تيجيو عند الملك أكثر من قبل عارفين بأنه عنده واحد الأدوية أكثر من قبل عارفوا هو أول الحسن الثاني ما كانش تينعس في الليل هذه عنده واحد المشكلة كان تعاني من الأرق ما كينعسش تيناش حتى الأربعة الخمسة الصباح تيناش من اللي مرض هاد الشيء زاد كثار عليه لكن رسميا غادي تنفجر القضية في نيويورك نيويورك أنا ما كنتش ديك الساعة في نيويورك كنت في الرباط جاتنا أخبار بأن الملك مريض وما خرجش وكان غيستقبل شي واحد وما استقبلوش اعتذروا له يعني الحاله ما هيش وراه ولا غدا تاكدت ولي العهد هو اللي استقبل شي رئيس دوله كان عنده موعد مع الحسن الثاني اذا الملك مريض باش مريض قال سيدي مريض بالرواح وقع واحد النوع من التساؤل في الراي العام واحد النوع من الاضطراب تاع المستوى الصحفي الناس ما عرفوش كيفاش يبرروا صدر واحد البلاغ تيقول اودي بان سيدنا في واحد الزكام وكذا 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 وراه خاضع للعلاج ديالو العادي وكذا كذا وانتظرنا الملك يسترجع
النشاط ديالو، ما استرجعش النشاط ديالو. سمعنا بان الاطباء ديالو قالوا له خصك تدخل لواحد المستشفى امريكي باش نديرو الفحوصات وكذا وكذا وكذا. الملك قال له انا ما نمشيش للسبيطار الامريكي، ارجع للبلاد. ارجع للبلاد. قال لهم الا كانت النهايه ديالي تكون النهايه ديالي في بلادي، يعني وصل لهذه الدرجه اللي تقول النهايه ديالو، يعني معنى ان المرض ذاك يساعد ربما نفسيا. من بعد دخلت العائله الملكيه وقنعته وصدر بلاغ تقول صاحب الجلاله دخل السبيطار الامريكي وخضع الفحوصات وداكشي. ومن بعد صدر واحد البلاغ تقول غادر المستشفى ويعني الحاله ديالو الحمد لله بخير وعلى خير، ولكن الاطباء قالوا له يجلس بضعه ايام ديال الراحه وكذا كذا كذا. هادشي كان في اوائل نوفمبر، وهو عنده الخطاب ديال 6 نوفمبر ديال المسيره الخضراء. ديال المسيره. في 4 نوفمبر غادي يغادر نيويورك. غادي يغادرها في واحد الظروف صعبه، الطياره اللي غايجي فيها غتكون فيها واحد العدد ديال الوسائل تركبت لها، عندك توقع له ازمه قلبيه في الطيران. كانوا مستعدين داك الاكسجين والهواء والدواء، اطباء اختصاصيين وكذا وكذا. انا مشيت للمطار النهار اللي كنرجع باش نشوف. ملاحظة ديالي الاولى ملي وصلت للمطار هو وصلت الحفايض ديالو كلهم جالسين في المطار، معنى ان العائله كانت مشوشه وان باش تخفف على الملك داك العبء جابت له الحفايض ديالو. هو كانت يعشق الحفايض ديالو كثر لالا سكينه. لالا سكينه كانت عنده بواحد المرتبه عاليه جدا، كانت يدوز معها اوقات ديال السعاده والمرح بواحد الشكل لا يتصور. كانت يقول انا عبد ديال لالا سكينه لهذه الدرجه. الحفايض ديالو كلهم جالسين، العائله جالسه. فخرجت على برا، نزلت الطياره، الملك مريض. كنتي في المطار. الملك مريض. بان لك بانه الملك مريض. الملك شنو مازال الصور اللي كتستحضرها في اللحظه ديال نزول الملك؟ نزول الملك نزل ماشي بالطريقه ديالو العاديه اللي تنعرف انا، تينزل في الطياره والوجه ديالو كان بحال اللي ضعاف والعينين ديالو غارقين شي شويه وما مستعدش للحديث ولا شي حاجه، حتى الوزاره سلم عليهم يلا داكشي يلا يلا يلا، وتعرموا عليه الدراري الصغار وتاثر وجلس وضمهم. يعني كانت واحد اللحظات صعيبه. في ذاك النهار صدر واحد البلاغ تيقول بان الاطباء ديالو تيعطيوه عطله صحيه بين 2 و3 ديال الاسابيع. ما كانتش معتادة هذه المسألة في المسار الحسن الثاني، يعني 3 الأسابيع. وقلنا إذا ما غادي يكونش الخطاب ديال 6 نوفمبر. نهار 6 نوفمبر في الصباح اتصل التشريفات قالت جيبوا الماكل الملك غادي يخطب اليوم. رغم الحالة الصحية. أول ما ظهر قال الحمد لله كانت عندي واحد الأزمة وأنا دابا بخير وعلى خير واستعدت العافية ديالي. باش كيطمئن الناس. باش تيطمئن الناس. طمئن الناس، وهضر على المسيرة الخضراء وقضية الصحراء وكذا. ومشى لواحد المحل عنده في بوقنادل وسط الغابة وتما جلس. دوز النقاهة ديالو. النقاهة ديالو. في النهاية النقاهة ديالو، هذا شيء مهم، جوج الناس طلبوا المقابلة ديالهم. مشاو لعندو باش يقولوا له الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامة سيدنا من اللي رجع من ميريكان وصحته تحسنات وكذا وكذا وكذا. شكون هما؟ وهما محمد بوستة أمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الرحمن اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الشراكي للقوات الشعبية. كانت العلاقات تاع
تحسنات تحسنات وغيكون مؤشر على ما سيأتي. كانت واحد الالتفاتة فيما بعد، التفاتة ذكية ولطيفة من طرف الجوج الأكبر ديال الأحزاب المعارضة واليوسفي. طيب سمعنينو في الحقيقة جينا عندك على ود جلسة واحدة. أيوة. ولكن على ما يبدو مازال الكثير مما يقال، وأنا أقترح عليك جلسة ثانية نطرق فيها إلى مجموعة من الذكريات الأخرى اللي موثقة في الكتاب ديالك، ونحاول نستخرج منك حتى بعض ما هو غير موثق في الكتب ديالك. مستعد معنا سي؟ مرحبا بكم. أنشغلوك اليوم ولكن غتصبر معنا. مرحبا بكم. شكرا جزيلا سي مالين. شكرا سي رمضاني على بارك الله فيك ديالك. شكرا جزيلا على عملية الاسترجاع وهذا الطاقم الفني الكبير والمبتسم دائما، وحنا غنشوفوا هذا التصور ديالو. هادشي ان شاء الله غادي تصيفط لي طبعا طبعا واحد طبعاً. الصورة باش نحتفظ كل شيء غادي يكون عندك. اكيد اكيد الله فيك. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. حديث رمضاني مع الصديق معنينو. إذن سي معنينو نستمر معك في لحظات ديال السرد. كنا استمعنا في ورافقناك مشكورا في الجزء الأول، استرجعنا معك المرحلة ديال المحاولات الانقلابيتين، الذكريات وطرائف مع الملك الراحل الحسن الثاني وغيرها من الذكريات، وكيف كان من سوء حظك او حسن حظك انك حضرتي مراحل مهمه في تاريخ ديال المغرب، كانت من المراحل الاساسيه اللي بصمات المسار ديالك المهني واكيد الشخصي، هي المرحله ديال المسيره الخضراء في عام 1975. يعني وضعك المهني خول لك انك تكون حاضر في قلب التحضير وفي قلب التنفيذ وما بعد كذلك المسيره الخضراء. شنو مازال كتسترجع سي معنينو في اللحظات الأولى ديال إعلان الحسن الثاني أو نيتو إعلان تنظيم مسيرة لاسترجاع الأقاليم الصحراوية؟ الحكاية ديال المسيرة الخضراء هي حكاية غنحاول نلخصها في واحد الخمسة دقائق قبل ما نوصلوا للإعلان عن المسيرة الخضراء. المغرب كان يحاول دائما باش اسبانيا تدخل معاه في مفاوضات تنتهي باسترجاع الأقاليم الصحراوية. إسبانيا نعم. كان دائما ترفض. الصباليون كانوا يقولوا لنا ما بينا وبينكم إلا الخير والإحسان. غنتفاوضوا على ياش؟ تقولوا نتفاوضوا على الصحراء. تيقول لك ولا حنا النهار اللي دخلنا للصحراء صبنا أرض خالية. بالتعبير اللاتيني تيرا نيليوس. يعني واحد الأرض ما فيهاش سيادة، ما فيهاش إعلام، ما فيهاش سلطة، شي حاجة خاوية. انتم غير معنيين بهذا الموضوع. انتم غير معنيين، عندك الحق. هكذا كانوا تيقول لي انتم معنيين، ما ندخلوش معكم في فوضى. هذا الشيء دام سنوات، لكن في 74 الجنرال فرانكو اللي كان تيحكم 35 عام ولا اكثر هو تيحكم، شعر بانه مريض وبغى هذه القضية هذه يصيب لها واحد الحل قبل ما يمشي. وبغى يردها بواحد الارض اسبانيه بحال اللي تيدعي بان سبتهم ليليا ارض اسبانيه. لهذا بدا واحد الحركه في الامم المتحده، قال اودي حنا غننظموا واحد الاستفتاء في الصحراء. هذه واحد المعزوفه، واحد الاغنيه تتعجب الناس في الامم المتحده ديال الاستفتاء، تقرير المصير، تقرير المصير وكذا وكذا. وبدا تيستعد في الصحراء. ولكن كان الهدف هو انها تبقى اسبانيا. باش تبقى اسبانيا. احنا في 74 يعني تفاجئنا بهذه السرعه ديال الحركه الدبلوماسيه الاسبانيه. وكنا امام مجموعه الاختيارات، الاختيار اللي تيتبادر للذهن هي نضربوا اسبانيا وندخلوا عسكريا للصحراء. وما كناش عسكريا مستعدين. انا ذاك صعيب صعيب ما مستعدينش، خاصة وأن في الشرق الجزائر 74 نزلت واحد القوة عسكرية قوية على الحدود ديالنا. اسبانيا الفوق راهي من بين
الدول العشر الأكبر في العالم السلاح ديالها. في الصحراء كان 75,000 عسكري إسباني، 75,000 عسكري إسباني في الصحراء بوحدها. في الصحراء بوحدها ربما أكثر من السكان. السكان حسب الإحصاء ديال السبليون 73,000. معنى كل واحد في الصحراء كان عنده عسكري وعاد كان شوية وشوية وشوية. إذن فشنو هي السياسة الحسن الثاني واللي هضرت عليها في الجزء الثاني من المذكرات ديالي واللي سميتها سياسة الفريجيدير. قال أنا دابا من الدبلوماسية الأمم المتحدة صعيب عليا كيفاش نواجه، حنا ما قايمينش بواحد الحملة، الدول ما عرفاناش ما عرفاش هاد القضية الصحراء، ملي غتسمع الاستفتاء كل شيء غادي يصوت على الاستفتاء. من الناحية العسكرية ما قادش، ممكن ليش ما عنديش القوة باش نواجههم. إذن خاص حل آخر. إذن خاص حل آخر. إذن مشى هو الأمم المتحدة، المغرب مشى الأمم المتحدة وقال ودي الله يخليكم أنا تنقول إسبانيا تتفاوض معايا، وإسبانيا تتقول لي ما بيني وبينكم حتى شي حاجة، أنا تنطلب منكم هذا المشكل تعرضوه على محكمة العدل الدولية في لاهاي وتقول لي واش بيني وبين إسبانيا شي خلاف ولا ما بيني شو إسبانيا. نعم. إلا قلت بيني خلاف معناها راه الارض صابتة ماشي هي هذيك، ولا قلت لنا ما بيكون خلاف نطوروا الامور، الامور غنربحوا واحد العام. اذا مشينا لهاي، مشينا لهاي بالمحامين ديالنا بالخبراء ديالنا، مشات اسبانيا كذا. الحاجه اللي كانت صعيبه في لهاي ما هي؟ وهي ان الجزائر كانت جالسه الى جانب اسبانيا. يعني الجزائر تساند إسبانيا، إسبانيا على أن ما بينكم بينهم إلا الخير. بينما في 74 اللي كان مؤتمر القمة العربي هنا في الرباط، رئيس بومدي الله يرحمه قال ودي إحنا مستعدين إلى اتفق المغرب موريتانيا، إحنا مستعدين نساعدكم. كيقولوا كلام ولكن كيديروا كلام آخر. انتظرنا، جاء الجواب، هناك خلاف بين المغرب وإسبانيا. إذن مساند للطرح المغربي. القرار الاول اللي غتاخذ شنو هو؟ تجميد الاستفتاء. وقالت بان اسبانيا ما بقاش عندها الحق دير اي قرار اللي غير الوضعيه الاداريه والقانونيه اللي كاينه في الصحراء. في انتظار نعرفوا شنو كاين. الحسن الثاني مره اخرى غادي يجمد، غادي يقول لهم بما اننا بيننا وبين خلاف، انا نطرح عليكم جوج الاسئله الله يخليكم. شنو هي هذه الاسئله؟ السؤال الأول اللي غنطرحوه على محكمة العدل الدولية، واش إسبانيا ملي دخلت لهاد الصحراء صابتها أرض خلاء ولا ما صابتهاش أرض خلاء؟ ياك أنتم تتقولوا صبتيوها أرض خلاء وأنا تنقول ما صبناهاش أرض خلاء، فإذا نتفاهموا، المحكمة تقول لنا واش كانت أرض خلاء ولا لا. سؤال الأول. سؤال الثاني، إلا ما كانتش أرض خلاء وعندها علاقات، ما هي العلاقات اللي كان عندها مع المغرب؟ كان ذكي في طرح الأسئلة. طرح الأسئلة. وتنطرحها احنا على طريق الأمم المتحدة باش نعطيوها الشرعية الدولية. وبديك الطريقة وقفنا الاستفتاء اللي كانت غدير إسبانيا. وانتظرنا. وقالوا لنا بين 6 شهور و 8 شهور ديال الانتظار. محكمة العدل الدولية واحد المعركة أخرى وكذا، مشينا احنا عاود تمايا، مشاو الجزائريين، مشينا احنا مشات معركة حقيقية، معركة قانونية حقيقية، وجبنا احنا أساتذة فرنسيين خبراء وجابوهما أساتذة كذا خبراء. وقالوا لنا أكتوبر نوفمبر غنعطيكم الجواب. الجواب شهر غشت بدا الحسن الثاني تيتسائل بوحدو. إذا قالت المحكمة بأن كانت علاقات، شنو غندير أنا من بعد؟ إسبانيا غتقول كي ومن بعد وصافي، ما كاين لا مفاوضات لا والو. لا والو. غنرجع للأمم المتحدة، شنو غندير؟ غنطلب من الجامعة العربية تجي تساعدني؟ صعيب. شنو غندير؟ الجيش ديالي ما يمكنلوش يدخل بالقوة. بمعنى بدا كيدير جميع الاحتمالات. الاحتمالات شنو هي؟ ممكن توقع. شنو يمكن توقع؟ وغيجي الجواب ديال 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 في غشت. غشت الملك اواخر غشت قال غندير مسيره خضراء. الفكره جاته. جات الفكره. خدا من مظاهره، المره الاولى بداها كمظاهره وقال المظاهرات غتكون في المغرب كامل وغادي يكون عندها تاثير دولي، ومن بعد لا علاش غنديروها في المغرب كامل؟
راه نمشيو حنا لعين المكان وهذيك الصحراء ندوزوها برجلينا والصبليون غيكونوا امام امر واقع. هكا بدات الفكره. هكذا بدات الفكره. بديتوا نتوما في الاعلام انا تفت لا 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 احنا ما سيقينش خبر لا 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 ما سيقينش خبر حتى شي حاجه ما سيقين خبر حتى واحد ما سيق خبر بدات به هو بوحدو ملي اقتنع هو شخصيا بها عيط لثلاثة ديال الضباط في الجيش ودخلهم واحد البيت كان عنده واحد انت تدخل القصر كاين واحد المحل تتهبط في الدروج تحت القصر كاين عنده شي بيوت واحد البيت داروا انسونوريزي بحيث ما يمكنش شي واحد يتصنت عليك. قبط هذوك ثلاثة الضباط ودخلهم لذاك المحل وشد عليه وكانوا هما بربعة بيناتهم. هادو أول اللي غيعرفوا أول اللي غادي يعرفوا كيفكر حسن الفكرة ديالو. ورغم أنهم جنود طلب منهم يديروا القسم أون بليس. وهذاك القسم كان هو اللي كاتبه. هاد المعطيات تعرفوها من بعد نتوما. إيه حنا نعرفوها من بعد هادشي. اش كاين؟ قال أودي غنديروا واحد المسيرة خضراء. غادي يكون فيها 350 ألف البشر. راه حنا في 75. المغرب 350 ألف كي غتنقلها الرقم كان اعتباطي؟ لا هذا السؤال تسترح علاش ما داكشي إلا 150 ألف ويخفف علينا؟ لا المغرب كانوا تيتولدوا فيه 350 ألف في العام. فقال أنا تي لو هاد الناس غادي يمشيو ويضيعوا ويموتوا كذا غنضيع يعني ما ينتجه المغرب من بشر لمدة سنة بهذا المنطق باش هذا المنطق باش حدد 350 ألف. لكن زاد حاجة أخرى هو وهذه كان فيها واحد النوع من الذكاء 10% ديال العيالات 10% 35 ألف مرة غتمشي في المسيرة باش العيالات بداو يخرجوا ويركبوا في الكاميو ويمشيوا من بلادهم حتى للصحراء ويجلسوا ويباتوا في الخيمة والرجال وهادشي بزاف هادشي المغرب 75 ما مستعدينش. قال لهم غادي تبداو تشتغلوا السرية التامة الاسم السري عملية فتح اوبيراسيون فتح فتح الكود كود وملي غتبداو تشتغلوا عندك شي واحد تقول له المسيره الخضراء عندك شي واحد تقول له غنمشيو للصحراء عندك شي واحد تقول له لا ديروا احصائيات وسائل النقل ديروا احصائيات وسائل الاقامه ديروا لي شنو غادي ياكلوا هاد الناس وشنو غادي يشربوا وفين غادي ينعسوا شوفوا هادشي فاش تشتغلوا يعني بدا التحضير اللوجيستيكي العملي اللي ما يعرفش حتى واحد. من بعد ما دازت واحد 15 يوم كنا في رمضان الملك قال لوزير الداخليه جمع العمال ودا غنبدا نشوف معاهم الاثمنه راه تيكونوا عندكم الاثمنه ديال المواد الغذائيه وكنيك الساعه الحليب ما كاينش الحليب الناس تيمشيو يقبطوا السربيس باش يشريو الحليب وكانت شي بعض الحاجات ناقصين وكذا البصري عيط لهم الوزاره الداخليه اجتمعوا وباما ان رمضان داوم عنده للدار يفطروا يعني عادي اجتماعات ديال العمال عادي ودور ملي قضاو فطروا قال لهم طلعوا في الكيران فين غادي بالسلامة؟ هادو عمال ديك الساعة ديك الساعة العاملة راه بحال ما عرف شكون راه كاين العمال اللي كانوا تيمشيو في الطريق بالموتورات بايخين خلاو الطوموبيلات خلاو الشيفورات طلعوا قال اش كاين ملي طلعوا قالوا غنمشيو عند سيدنا الله تكهر بالجو اش دانا سيدنا فاش النهار ورمضان اذا هادشي راه كاين شي تعديل راه شي غادي يطير شي غادي يتوزع شي كذا المهم باش ما نطولش عليك دخلوا جلسوا دخل الملك قالوا وقف قاش كاين قال القسم انا تيحكوا لي بهذا العمال بداو تيبكيو قالوا المغرب في خطر راه غادي يقول لنا الملك شي حاجه الله يحفظ غطرا ولا شي حاجه بحال هكذا ماشي شي حاجة عادية جديدة ماشي عادية ماشي لقاء عادي ما غادي كان الوزير يقولنا في الصباح راه غنمشيو عند الملك كنا نفطروش لقينا راسنا عند الملك كذا دابا باش تعتمنا ودخلنا عند الملك والملك دخلنا عنده تيقول لك وقفوا حلفوا اش غنحلفوا ياك لاباس قال له شنو غندير واشنو غندير واشنو غندير واشنو غندير واشنو غندير كل واحد خبر. وكل واحد
غادي يشتغل ما كاينش الكتيبات، ما كاينش عندك تهضروا قدام الكتيبه، عندكم تهضروا قدام الشيفور، عندكم تهضروا كذا، ردوا بالكم. كلمه ما حتى واحد ما تيعرف شنو هي المسيره الخضراء، الكلمه باقي ما قالهاش الملك. ياك وبداو تيجتمعوا العمال في المناطق المتقاربه في الليل، تيقي الخدام في البيرو ديالو تيمشي للدار، والشيفور تيمشي بحالو تيهزو الطوموبيل وتيمشي تيجري. راه عنده موعد مع عامل اخر ثلاثه ولا اربعه تيتلاقاو في واحد القشله كينسقوا، تيدخلوا تينسقوا بيناتهم، عاود تيرجع لاخر تيرجع الصباح بخير وعلى خير، كلشي في السر. شحال كاين ديال الكياطن، شحال كاين ديال الكاميويات، شحال كاين ديال كذا، الاطباء، التجهيز. اذا بدات توجد. من بعد غادي يعيط للحكومه. يعني الاخبار كيتم بالتدريج. بالتدريج. جنرالات، العمال، ثم الحكومه. الحكومه عيط لهم واحد النهار وقال لهم صدر بلاغ ترأس صاحب جلالة الملك حسن الثاني مجلس الوزراء سيدرسوا القانون الفلاني والقانون التغطيه موجوده. دخل لواحد القاعه اللي ما مولفيش تيكونوا فيها. وشد الباب، والوزاره تضربوا قالوا ياك لاباس شنو كاين؟ مالو سديان؟ قال له وقفوا القصان. كل شيء حلف. قال له ما شنو غندير وشنو غندير وشنو غندير؟ اللي بغى يمشي معايا مرحبا، واللي ما بغاش يمشي معايا يخرج، راني ما غندير له حتى حاجه ولكن يحافظ على السر. ونخليكم تذكروا. خرج بالزاج بحال دابا هكذا، خرج تما تيكمي شرب قهوه. خلاهم واحد 10 دقائق. ودخل، ملي دخل وقف الوزير الاول عثمان. قال له نعم سيدي حنا مع الملك ومعاك وكذا وحنا مجندين وكذا وكذا وكذا. قال لهم الملك يلا شنو غدير؟ كل وزير شنو غادي يدير؟ ممنوع الهضره مع الكتيبات، ممنوع الهضره في الدار، ممنوع الهضره في العشاء، ممنوع الهضره قدام الشيفورات، ممنوع كذا، ممنوع كذا، ممنوع كذا، ممنوع الفاكس، ممنوع التليكس، ممنوع جميع الاحتياطات باش العمليه تبقى سريه. بقاو له احزاب المعارضه خصوصا جوج، حزب استقلال واتحاد الشعب. انا مشيت عند بوسته الله يرحمه باش يعاود لي، لان ملي غنكتب الكتاب انا عارف هذه وهذه، ولكن احزاب المعارضه ما عارفاش. مشيت لعندو قلت له شنو طرا؟ قال لي ودي واحد النهار انا جالس في الليل في الدار، وما قالوا لي راه وزير الخارجيه جا عندك للدار مولاي حمد العراقي. استعجبت، دخل مولاي حمد العراقي قلت معايا، قال لي سيدنا قال لك جاي عنده غدا في 10 الصباح. قال له ياك لاباس؟ قال له والله ما نعرف. قال لي سير لعندو وقل له يجي لعندي 10 الصباح كل عنده. اذا مشى عنده بوست الله يرحمه. اذا مشى عنده بوست، قال انا داخل القصر في 10 الصباح وانا تنصيب عبد الرحيم بوعبيد داخل. قلت له اش كاين عبد الرحيم؟ قال لي راجع عندي هذاك الوزير الخارجيه البارح في الليل. وقال لي اجي. فدخلوا صابوا الملك. الملك هبطهم من ذاك القاعه التحتانيه اللي قلت لك تهبط لها الامن وداك الشيء، تخلعوا. انا سميتو بوستق اللي تخلعنا، بقيت انا تنشوف بوعيد شوف فيه ياك لاباس. هبط بينا لهاد لاكاب كاين. دخل شد بالساروت حلفوا. عطاهم واحد الكارطون كاتبوا بيديه، انت ديالك ديالك، وقفوا حلفوا حلف. انا تنهضر معاه بوسته وخشى يديه بالزطاموج بدو، قال لي ها هي. قلت له واش يمكن لي نصور؟ الله يخليك. قال لي ديها صوره وردها لي، هذه 40 عام هي في جيبي. قال له ما شنو كاين؟ اذا هاد الناس عارفين شنو كاين. حديث رمضاني مع الصديق معنينو. بقى دابا التنظيم المدني، قبل واحد 5 ايام ولا 6 ايام ملي ظهر على انه المحكمه وجدات تقريبا، كل عمله اخترت واحد 8 ولا 10 الناس، وكل عمله شنو قالت الناس ديالها. وحدين العمال قالوا لهم غتمشيو دوزوا واحد الامتحان باش تزادوا في المنصب، وحدين قالوا لهم غدير واحد كذا، وحدين وفين شي تيقول له الدار البيضاء، شي تيقول له الرباط، شي داكشي مخلط. المهم ما كاينش الخبر اللي الخبر باقي ما كاينش. في الاخر جمعوهم في الكيران وداوهم القاعده العسكريه بنكرير، دخلوا واحد 200 ديال الناس.
ماجين مختلف العملات المغربية. النواة الأولى ديال التحضير. النواة الأولى التحضير. دخلوهم لتما. ما كاينش تليفون. ما كاينش مع من تهضر. جالس تما في القاعدة العسكرية. صافي. إيوا. قالوا له ما شنو كاين. ها قتاش غتكون المسيرة. ها قتاش غيجمعوا الناس. ها الكتوبة اللي غيتقيدوا فيهم الناس. ها شحال تيخص الناس يكونوا في كل كاميو شحال فيه الناس. ها كيفاش ترقموا الكاميو واحد وجوج وثلاثة مع عمر الثالث ما يضوبل ما عرف كذا. كل كاميو فيه الناس ديالو النماري ديالهم. خص يكون عندكم واحد جوج الاطباء. خص يكون عندكم ثلاثة الفرملية. خص يكون لومبيلونس. خص يكون واحد جوج ديال الاجواق. خص يكون الامام. خص يكون الخطيب. خص يكون الامن. خص يكون القايد. خص يكون كذا. اذا داكشي مغيز. مغيز. يعني كانوا الجنرال داروا خدمتهم. كل واحد دار خدمته. الحكومه دارت خدمتها. وانا من رايي المسيره الخضراء نجحت لجوج مسائل. اولا السريه. لان الملك جا وفرقع واحد القنبله اعلاميه. يعني صعيب ولا دوله في العالم سمعت الاخبار باجهزه استخباراتها. والو والو دابا حتى الان بعد هذه الفتره كاين واحد عدد دول اللي تتسمح للاطلاع على البرقيات السريه ديالها. الميريكان طلعنا على البرقيات السريه ديالهم ما فرصهمش مع انهم كانوا موجودين. اذا السريه واللوجيستيك راه اللي تيجي من طنجة سي رمضاني باش يمشي للطاح يعني الشمال قدام طرفايا راه تيضرب 1500 كيلومتر وفي الظروف ديال داك المرحله وفي الظروف كاميو 36 ساعه وانت في الكاميو وواحد الطرقان كلهم مثقوبين هي تتفوت اكاديك تدخل واحد التخلف ما عنده لا لا, لا يديه ولا رجليه تعيش في القيطون العيالات ماجين من الشاوان ووزان ومنتازة وهذه عائلات وكذا وكذا نعسهم 50 في القيطون ما سهلش ودايره واحد الحفره وداير فيها الخيش تقول لهم هذا هو بيت الماء وحدين ماجين من الاطلس ملي هبطوا تيصيبوا داك شي زرق تيقول لهم شنو هذا ما تعرفش كاين البحر تيكتشفوا البحر لاول مره يعني كان مع الاسف ما كانتش واحد الدراسه اللي عندها بعد اجتماعي ديال المسيره الخضراء ما وقعش الاهتمام بها وانا نتمنى على الله سوسيولوج مغاربه يشتغلوا عليها وانا المعلومات اللي عندي نعطيها لهم يجمعوا معلومات الناس اللي كانوا حاضرين ويديروا لنا شي دراسه اجتماعيه لانها مهمه جدا. طيب يعني بدا التحضير لوجيستيكيا حسن ثاني سياسيا طبعا قايم باللازم والدور الاعلام غادي يكون حاضر وقتاش اول مره سمعني انه غيسيق الاخبار بالخطوه اللي ناوي يدير الحسن الثاني النهار اللي لقى الخطاب ما عنديش الخبر انا حتى سمعته في التلفزيون بحال اللي سمعوا المغاربه يعني حتى الاعلام ما وصلكمش قبل اش ناوي يكون ما ناويش ما كاينش خبر ما كاينش يتزعزعش خبر وانتم كتسمعوا الخطاب انا تنسمع كان بدون مناسبه الخطاب لا ذاك النهار في الصباح تقال بانه راه في 11 غادي المحكمه غتصدر هذاك سميتو ديال الحكم ديالها مع 12 ونص النص ديال هذاك الحكم كان عند الحسن الثاني هي هو ماشي حكم هو استشاره قرار الزربه هو موجد المسيره احنا ما عارفينهاش عيطوا للتلفزيون قالوا له بداو تقولوا على كل ساعة مساء اليوم الحسن الثاني سيخاطبكم سيلقي خطابا يدعى ابتداء من الساعة الثامنة بدينا تنقولوها انتم قلتوا يمكن عندها علاقة بالرأي الاستشاري ديال الرأي الاستشاري من بعد داك الشيء بدا تيقول لك حذفوا البرامج وديروا اغاني بحال يسخنوا الطرح شوية الناس تيشوفوا التلفزيون ديالها الاغاني ديك الساعه الاغاني الوطنيه صاحب الجلاله سيخاطبكم اغاني شي حاجه جايه هو تيوجد الراي العام من هنا جا الخطاب ديالو اللي انا شخصيا تفرجت فيه في المكتب ديالي مع مجموعه الصحفيين حنا جالسين قبل ما يخطب تنقولوا شنو بغى يقول
وما اتفقناش وفي الاخير اتفقنا على شيء واحد، قلنا الا هضر الا ظهر باللباس عسكري معناه انه غادي يعلن يعني شي مشكله عسكريه، ولا ظهر بالمدني ما اتفقناش، شي تيقول غيمشي للامم المتحده، شي تيقول غيمشي لكذا. وكانت المفاجاه الاعلان، كانت المفاجاه الاعلان على المسيره الخضراء. وغتبدا حاله طوارئ عندكم. بدات حاله طوارئ. انا من بعد ما قضى الخطاب انا في الرباط في المركز انا ما مشيتش لمراكش النهار الاول. انا المدير العام قال لي انت غتبقى في الرباط غتكلف السير العادي ديال المصالح ديال الاخبار ديال التلفزيون. عيطوا لي بعض المصورين اللي كانوا عندنا في الاقاليم، قالنا دير كاين شي مظاهره. ديك الساعه مظاهره من نوع المظاهره، او كاين شي واحد يقدر يدير المظاهره. دابا كنا عندنا في الرباط 10 المظاهرات. ايوا اش تيقولوا في هذه المظاهره؟ تيقولوا الصحراء مغربيه. قلت لهم انا صوروا 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 صيفطوا لي. في ذاك الليله دوزنا شي تصاور ديال شي مظاهره في الرباط وشي وحده اخرى في سلام. ترحيبا ترحيب بالخطوه. المغرب شعل، الناس ما نعجوش ذاك الليله، كلشي بغى يتطوع لان قناه تيخصني 350 الف متطوع. كل عائله كل واحد في العائله بغى هو اللي يمشي. غنمشي على هاد الصحراء كاع نشوف هاد الصبلين شنو يماهم غادي يديروا. لا دراري الحومه كلهم بغاو يمشيو وانت غادي. هادوك اللي كانوا مقبوطين في بنكرير ذاك الليله تلقوا كل واحد مشى للاقليم الصباح الصباح صحوا جالسين قدامهم داكشي اللي مطبوع راه مطبوع راه طبع في واحد في واحد المطبعه محظيه من الان وكذا. ما تخرجش حتى ورقه ما كذا ما كذا ما كذا. بدا التسجيل في الليله الاولانيه 900,000 الناس تقيدات. 900,000 واللي مطلوب يلا 350,000 ولا غدا صبحات المظاهرات في المغرب كامل. هذاك الفرق ديالنا اللي كانوا عندنا كلهم موزعين في المغرب. رغم الظروف السياسيه اللي كان كيعيشها المغرب. رغم الظروف السياسيه قضيه الصحراء خربقات الناس، كل شيء خرج تيدير المظاهره. غتبداو التخطيط والتحضير للتغطيه ديال المسيره. غنبداو حنا ما عارفينش هذه المسيره كي غنديروا معاها بعدا اولا. ما عندناش اخبار، ما كاينش المعلومه. حنا تنقولوا هادشي راه عاد غادي يكون سميتو الملك تيقول لك غدا غادي تبدا التسجيل. وكيفاش لهذا الصحافه الاسبانيه والفرنسيه قالوا سي تان بلوف. قالوا ما يمكنش واحد الدوله بحال المغرب غدير حاله في ليله وحده غتجمع 350,000 وتهزهم وديهم للصحراء. 350,000 السير رمضاني، الا كل واحد كلا ثلاثه د الخبيزات في النهار راه خصك 1,200,000 خبزه منين تجيبها؟ يوميا. وإلا عطيتي 5 يترو باش يشرب ويغسل يدي ويتوضا باش يصلي وكذا كذا كذا، راه تيخصك واحد 2 مليون ديال كتبان الفكرة مجنونة ولا مستحيلة تنفيذ. الحماق هذا تيتسمى الحماق. الملك في هذيك الفترة هذيك كان تيدير يوميا واحد العشاء عنده في القصر. في الطبالي مغربيين الناس جالسين بالبوفات. يا سلام. ودير التلفزيونات تيتفرج في الخبار في 8:30 اخبار الاذاعه الوطنيه التلفزه المغربيه. كان حاضيكم بعدا حاضي ما كاينش العاد. الليله الثانيه غادي يقول الوزير، ديك الساعه الوزير هو السي احمد الطيب بن هيمه، قال له ديروا واحد البرنامج راه المصالح تتصيفط لي واحد العدد ديال الحاجات اللي خصكم تساعدوا الناس فيهم باش يفهموا. كاين الناس اللي تيقولوا مثلا واش كاين فارماسيان في هذا الصحراء اللي ماشي لا حنا، واش شي فارماسيان ولا لا باش نشريو الدواء. كاين اللي تيقول اودي واش كاين شي تليفون ملي نوصل نعيط للوالده نقول لها راني وصلت بخير وعلى خير. كاين اللي تيقول واش كاين شي بوستا الا بغات الوالد يصيفط لي شي حاجه كذا صيفط لي. واش كاين البرد في الليل ولا كاين سميتو ما عرفتش داك الشيء. شي حاجه بحال هكذا. ما كاينش اللي غادي يجاوب على هذه الاسئله. وغيرها. قال دير واحد البرنامج صاوب. الوزير كلف واحد السيد تما يدير شي حاجه بحال هكذا، ما فهمش الموضوع، دار شي حاجه اللي فيها بزاف ديال اللغه العربيه والادبيات والوطنيه وكذا وكذا. دعايه اكثر منها خدمه.
الملك جلس في العشي في الليل تيتفرج دازت قال له بن هيمة ماشي هادشي اللي قلت لك عيط لي المعنيني جا عندي غدا في الصباح كان كيعرفك طبعا تيعرفني انا بقيت خدام في انا خصك ما تخرج من القنت تيخرجوا من الخسر حتى الوحده ونص حتى تيقضي العشاء والبروتوكول ديالها والقهوه ديالها والسيجار ديالها وداكشي عاد تيخرج انا قضيت الخدمه مع الوحده ونص ولا شي حاجه ديال اللي من الصباح كامل وحنا تنديروا الارسال والنشرات الاخباريه وداكشي بزاف كانت الزوجه ديالي حامل مع الوحده ونص وصلت كنت ساكن في تبريك في سلا وبلي انا وصلت الطوموبيل ونبان لي الضو شاعل في الدار قول لي لطيف قلت الله يحفظك شنو واقع وانا الوالد كان عطاني واحد الدويره كنت ساكن لاصق فيه حليت الباب ساكت حليت الباب صبت السيده واقفه هيك لاباس قالت لي على الوزير عيط لك جوج مرات اللي تيعيط لك في التليفون في الوحده اللي عيط عارف انه كاين مشكل باش كاين شي مشكله ما عمر شي واحد ما يقول لك تبارك الله عليك هذه كاع ما تسمعها شنو قال لك؟ قال لي واش كاين سمعنينو هنا ولا لا؟ واش قالها لك بصوت مرتفع ولا قالها لك باش كتحاول تفهم نحاول نفهم انا شنو ممكن يكون في الخبر هي كانت ناعسه سمعت داك الشيء حتى هي تقلعات المهم حنا تنهضروا التليفون يضرب الو سي بن هيمة لاباس عليك الله يبارك فيك قال لي غدا غتكون عندي في العشرة سيدنا باقيك في مراكش هذيك الساعة جوج الليل خصني نعس انا وانا عندي واحد الاركات من هنا لمراكش 300 كيلومتر في الطرقان ديال داك الزمان تيخصني واحد 5 ساعات ولا 6 ساعات الله 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 لكن هو غادي الالطاف الالهية هو اللي غادي يهضر غادي يقول لي من دابا واحد الساعة غتجي موراك الطوموبيل وغتجيبك لمراكش قلت لي نتهنى من المشكل عنيت لبست انا هزيت واحد الشنطه درت فيها شي حويجات هكذا كذا كذا وصلت خرجت صبت جا الطوموبيل انا باقي تنعقل على ذاك الطوموبيل ذاك الطوموبيل كان اسمها داس الا تعقلوا عليها فرنساويه كانت ديك الساعه داس هي شي حاجه عظيمه كان هي اللي تيرك فيها الجنرال دوغول في البدايه ديالها داس كانت هي احسن سياره عند الفرنسيس المهم هي اللي داتني لمراكش اللي داتك لمراكش المهم شفت الوزير فطرت معاه داني شرح لي شي شويه دخلت للقصر وقفت جا الملك دار الصف كل شيء تيسلم كنت انا اخر واحد سلمت عليه شاف الوزير قال له قل له يدخل المحل ديال القوات المسلحه الملكيه ان كان هذاك القصر اللي كان فيه هو سميته قصر الدار البيضاء وكان بناه الحسن الاول في نهايه القرن التاسع عشر هو مستطيل وعنده البنيقات بيروات والبيرو الكبير في الراس ديال ذاك المستطيل تما كان الملك وكانت واحد البيت هنايا ديال الجيش فيه خرائط الجيش وكذا وكان واحد السيد كوماندار الله يرحمه سميتو بوجندار كنت صاحبت معاه وكان مات واحد في الحرب في الصحراء قدام سمارة اذا طلب منك انك تدخل القاعه اللي مخصصه للجيش قلتي يا قال لي غدير واحد الخريطه انا كان سبق لي في حرب 73 كنت قدمت واحد البرنامج في ساعه يوميا حول الحرب وكنت صنعت واحد الخريطه ولا ما حاشي حاجه بحال هكذا فانا خصني نصنع خريطه ما كايناش ديك الساعه خريطه ديال المغرب كبيره ديال التلفزيون ما كايناش مراكش انا تقلب عليها ما كايناش فمشيت انا واحد المخي سميتو بوجنا الله يرحمه وشرينا الكراطن شرينا المقوصه شرينا البيونيز شرينا داك الوراق اللي تيلعبوا بهم الدراري في داك في الماتيرنيل واللصاقات وكذا وكذا بريكولاج وبريكوني ولا شي حاجه مشينا عند واحد النجار دار لنا واحد اللوحه ومهزوزه بواحد شي حاجه هكذا وكذا كذا صنعت كذا وبديت من قلب القصر تنسجل البرنامج يومي اللي تيدوز في الليل وشرح لك الملك شرح لي قال لي جوج حاجات قال لي اولا غتجاوب على الاسئله ديال الناس المصالح اللي عندي هنايا الجدارميه والبوليس والداخليه والصحه وداك الشيء عندهم الاسئله غادي يعطيوها لك ويعطيوها لك بالجواب انت غادي تقول مثلا الناس كذا تيسالوا هذا ها الجواب كاينه فرماسيان لا ما كايناش فرماسيان
ولكن كاين الاطباء مدنيين وعسكريين، كل اقليم راه معاه جوج او ثلاثه الاطباء، يعني تنطمئن الناس. وهكذا الحاجه الثانيه هو ملي تيخرجوا المتطوعين نقولوا ديال الناظور ها هما ركبوا في الكاميو المدينه كلها خرجت، الناس بحال اللي ماشي لشي جهاد تيمشيو، ملي تيمشيو صافي ما تنقطع الخبر، ما كاينش تليفون، ما كاينش هذا النقال هذا شنو كاين فين وصلوا صافي مشى، واش طرات كسيدا واش ما طراتش، واش ماتوا واش عاشوا واش زادوا، واش خاصه الملك تيقول في الخطاب ديالو الاولاني راه غادي يضربوكم بالقرطاس، ايوا الناس ماش تموت. اذا تيقول لي الله يخليك غادي دير تقول مثلا الناس الناظور خرجوا راه ما وصلوا بخير ولا خير حتى للرباط وراه غادي يتابعوا اليوم باش يمشيو، يعني تعطي تفاصيل الرحلات، الرحلات كلها كل قافله فين وصلت، كل قافله فين وصلت بخير وعلى خير. اذا هذا هو بديت نشتغل تمايا في مراكش، استمر وكنت نصاوب باش ندير القطارات، تنقطع واحد القطارات صغيرين وشي كذا داكشي، يعني بدائي بدائي متخلف تلصق بالبيونيز وغتبقى في مراكش اعتقد ما غترجعش لدارك في سلاخ. لا ما بقيت في مراكش انا صافي، بقيتي في مراكش خرجتي مشيتي تنعس في دارك لقيتي راسك في مراكش، في مراكش صافي مشيت وغتبدا التجربه ديال المسيره الخضراء. لا قبل هكذا واحد النهار انا جالس في الارض، انا ما كانش عندي بيرو وشي ليها جالس في الارض بالجين واحد السبرديله وتنقطع، والملك دخل انا ما شفتوش، حتى سمعت هذاك الكوماندار وقف تيقرد في الدار، صبت الملك وقفت مشيت بسل يديه. جا هو شاف، هو بحال اللي تفاجئ بداك داك الخريطه، هو كان تيتصور زعما شي حاجه كبيره، ملي جا صاحب داك الشيء الكواغط بحال شي دراري تيلعبوا بالسقم داك الشيء ولا شي حاجه. قال لك اش هاد الشيء؟ لا هو سالني واحد السؤال غريب، قال لي علاش تخدم في المحل ديال الجيش؟ صحيح كانوا تمايا واحد ليكارت ديال التنقلات بالجيوش، لاكارت ديال المخابرات المغربيه كانت منزله في هذيك القاعه، انا كنت نشوفها. هو جا باش يشوفها وشافني في الارض وقف لي عند راسي، فانا شنو نقول له؟ نقول له انت اللي قلتيها لي؟ ما يمكنش ما يمكنش، فاسكت قلت له بافع مرسيدي. قال لي ابتداء من اليوم انت رجعتي في الجيش غتدخل القوات المسلحه الملكيه. اش كيقول؟ اي 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 شي ثلاثه نجري طحت له على يديه بزتها وقلت له الله يرفع عمرك سيدي. ما يمكنش تسول، ما يمكنش تسول، اش غتسول؟ غتسول تهزوك في السماء اش غتسول؟ احمد الله صافي صافي. جا شي واحد من الله واحد الفضولي قال له نعم سيدي نعطيه رتبه ديال كابيتان. جا الملك قال له لا انا تنعينو كوماندار. إذا سمعني نو كوماندار. أنا من الناحية الشرعية القانونية كوماندار في الجيش القوات المسلحة الملكية، لأن القول ديال الملك بمثابة قانون أمر ملكي، أمر ملكي مع القوات المسلحة الملكية. إذا مرات الأيام في مراكش حتى انتقلت من مراكش إلى الصحراء. إلى الصحراء، وطبعا في ذيك الظروف اللي ما كانوش فيها إمكانيات، لا كاينش تنقل لا التواصل، ومفروض انه ديروا تغطيه ديال الحدث اللي كينتظروا العالم كله. وتواجهوا حتى حمله دعائيه كبيره خصوصا في الجزائر وفي اسبانيا اللي كتحاول تسفه هذه المساله هذه. كانت عندكم اوامر كيفاش تغطي ولا غير كتجتهدوا؟ اجتهاد، لكن الحسن الثاني غيدير جوج ديال الحاجات مهمين ونتعرض لهم شويه بسرعه. اولا 8 شهور 9 شهور من قبل العمليه كانت باقه في الامم المتحده، قرر باش يدير واحد الاذاعه، لأن التقارير اللي جات تقول له الإذاعة الوطنية لا تصل إلى الصحراء. ولا تصل حتى طنطان وقلميم وداك الشيء ما تتوصلهاش. الناس عايشين مع الإذاعة الجزائر. الجزائر دايرة إمكانيات كبيرة في تندوف وبشار مغطية المنطقة. هي تتحل شي غادي وتصبح الجزائر. الجزائر. المغرب خصك تبقى تقلب عليه وتيشوش وكذا وكذا. فقال إذا غندير واحد الإذاعة في طرفايا. طرفايا. هذيك الاذاعه الطرفيه وجدها في ثلاثه الاسابيع كانت واجده. ومشاو الدراري ديال الاذاعه متطوعين تيخدموا تما، واسمها اذاعه التحرير والوحده. تا
تحرير الوحدة. تحرير الوحدة. واشتغلوا فيها. واشتغلوا فيها دراري ب يعني واحد النوع من التضحيات، واحد النوع من زعما تكرفسوا بزاف، تكرفسوا الدراري اللي خدموا تما. الحاجة الثانية قبل شهرين قال خصني محطة التلفزيون. محطة التلفزيون كانت واجدة في الشهر. ومشاو الدراري من قسم الأخبار تيشتغلوا في المحطة ديال التلفزيون اللي تصيفط الرسائل للصحراء. الصحراء كانت فيها التلفزيونات. علاش؟ لأنه لاس بالماس تتصيفط البث ديالها. إذا خصك تخاطبهم في التلفزيون. هاد الناس ما تيعرفوش المغرب. الأغلبية فيهم ما تيعرفوش المغرب، ما تيعرفوش كاين واحد المدينة تسمى الدار البيضاء، وما تيعرفوش طنجة، وما تيعرفوش كذا وكذا وكذا. إذا خص هاد البرامج تمشي لتما ويتم البث ديالها باش يشوفوها. أشنو يعني باش يوقع يعني واحد النوع من الإعداد النفسي، واحد النوع من المعلومة وكذا وكذا. واش يعاونكم في التغطية ديالكم؟ هادشي عاون بطبيعة الحال، عاون دار واحد النوع من التحسيس ديال الرأي العام في هذاك المنطقة كانت مهمة. وكانت عندنا هجومات يومية من الإذاعة الجزائرية ما يمكنلكش تصورها. ضد المسيرة، ضد المسيرة والدعاية الكاذبة. ها واحد المرض كان في المسيرة، ها هما الناس بغاو يرجعوا بحالهم، ها الجيش أطلق النار على كذا كذا. كل نهار الكذوب، وكل نهار كان تيخصنا نردو نكذبو داكشي اللي كاين في داكشي اللي تيتقال. أنا كنت ندير واحد التعليق في الليل في التلفزيون تيتشاف في العيون، وكان واحد الصحراوي تيجاوبني في الاذاعه في الليل. انا تندوز مع العشرة، تنضل مع 10 و4، هو تيجاوبني 11 و4. يعني حاضين اشنو حاضين وتيجاوبني بذكاء، بذكاء تيقلب على نقط الضعف وتيجاوب. وكان شي حد اللي كيعطيكم مضمون هذه المراسلات والتعليق؟ لا، كان اجتهاد. اجتهاد. يا سيدي يا سي رمضاني، راك انت في الطرفية ما عندكش تليفون مع المغرب مقطوع، باش بغيتي تعرف شنو كاين في ما كاينش نهائيا. الى كان باشا عنده واحد التليفون في البيرو ديالو، وكاين شي واحد تما تا عند التليفون، وصافي كانوا جوج ثلاثه التليفونات في الطرفيه كامله. الجيش اللي كانت عنده وسائل الاتصال ديالو. وغادي تجي اللحظه ديال اليوم ديال انطلاق ديال المسيره، وكنتي كتعلق على اللحظات الاولى لانطلاق المسيره. المسيرة انطلقت يوم خميس. يوم خميس الخطاب ديال 16 اكتوبر كان يوم خميس. نهار الاربعاء هذيك 450 500 صحفي اللي كانت هزونا في الطياره في الطوبيس بعدا من تما حتى لطنطان، طنطان هزونا في الطياره دونا لاكادير. اش كاين؟ قال الملك سيلقي خطاب قبل انطلاق المسيره. حنا كصحفيين تتعرف الصحفيين كل واحد يدير التحليل، كل واحد يقول انما في هذاك المحل حتى واحد ما تيقول راه عندي المصادر، لان انت ما كاينش ما عندك المصادر، ما كاين والو. تيظهر على انه يمكن كذا كذا الشهادات. الشهادات شنو هي؟ الملك غادي يوخر المسيره، راه كاين ضغط امريكي، غيوخر المسيره، راه التهديد اسباني، غادي كذا كذا، راه كاين فرنسا، ما نعرفش داك الشيء. وصلنا لأكادير، مشينا للوطيل، غسلنا، لبسنا علينا، مشينا للقاعة البلدية ديال أكادير. أنا واحد الصحفي واحد الجريدة فرنسية تنظر لو فيكارو، وصلنا معطلين، صبنا القاعة عمرات، بقيتنا واقفين. وأنا وياه في الحقيقة كنا باغيين نباتوا في أكادير. يعني الانسان يعاود يرد باله شي شويه هذا، ويتعشى عشاء مزيانه، وينعس نعس مزيانه، تنعسوا على الحصاير وداك الشيء، غير بزاف. كان وضع مأساوي. قلت له شوف، راه غادي يجي الملك ويلقي الخطاب، هي غادي يقول السلام عليكم ونقول لك واش كاينه المسيره ولا ما كايناش. انا كنت عارف بانه دائما عنده واحد الايه القران بها تيبدا الخطاب ديالو، وهي تتلخص الخطاب. كتعرف فين غادي تجي، كتعرف فين غادي، ما تبقاش تضيع وقت ديالك. والخطاب ما كانش مباشر. الخطاب مباشر. مباشر. مباشر، ولكن حنا كنا في القاعة، والمغاربة كان منقول مباشر للمغرب كامل. ولكن حنا كنا في القاعة تنشوفوا هكذا بعينينا. تشوفوا الحسن الثاني انه غادي يشطب.
واحد الساعة دخل الحسن الثاني سكتت القاعة كل شيء تينتظر حتى واحد ما عارف شنو كاين. طلع جلس الحمد لله شعبي العزيز وإذا عزمت فتوكل على الله. بل عربون قال الله تعالى في كتابه الحكيم وإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله العظيم. حديث رمضاني مع الصديق معنينو. طلع جلس الحمد لله شعبي العزيز وإذا عزمت فتوكل على الله. بل عربون جيت أنا درت عنده قلت له معنا دمى غدا الشعبية العزيز غدا ستنطلق المسيرة. إذن عرفنا بأن المسيرة نهار الخميس في الصباح قضينا عاود جمعنا حوايجنا عاود دزونا في الطيارة عاود نزلونا عاود دخلونا في ذاك الكيران. الكيران عندك 4 ساعات ديال الطريق والمتطوعين المتطوعين كاينين جالسين كيتسناو في المخيمات بحال دابا وجده عند المخيم ديالها واحد المربع داير بالحجر ديالهم قدامها المخيم ديال ملال قدامها المخيم ديال ما نعرف انا ديال تيزنيت قدامها كل وحدين محل ديالهم بالكميات ديالهم بالخيام ديالهم بالماكله ديالهم بالطبه ديالهم كل شيء ديالهم. اذا نقطه السفر وصلت. وصلت احنا راجعين في الطريق طراتنا واحد الحادثه مع الجدرميه لان من بعد الخطاب تعطات الامر المنطقه اصبحت عسكريه التواصل بالراديو ممنوع الا في الحالات القصوى حالات اطلاق النار عاد يمكن لك تعيط في الراديو من غيرها ما يمكنش. والطرقان تقطعات فاحنا تحبسنا في الطريق كنا واحد العشرين ديال الكيران عامره بالصحفيين فرنسيس وامريكان وعرب وداكشي مخلط. المهم دخلنا معاهم في مفاوضات باش يخليونا وقال لك ما يمكنش دابا حنا عندنا من بعد موقع الغوات وكذا هذاك خيشه في الخطر شعل الراديو وقال ودي راه كاين الصحفيين راني منعهم يدوزوا قالوا خلوهم يدوزوا خلوهم يدوزوا قطع. جا مسكين واحد الكابيتان تيرغبنا الله يخليكم طلعوا هذوك العرب وداكشي يجلسوا في الارتيك مي وتي. المهم انا اللي الصوره اللي بقات عندي قويه جدا وهو ان ملي قربنا تيبان لي انا بحال واحد المدينه شاعله بالضوء في منطقه خلاء في منطقه خلاء ما فيهاش الضوء اصلا. ف اسمح لي نقول لك انا شعرت بواحد الهيبه جاب لي الله بحال لي انا بوحدي تنشوف هذاك الضوء ولا شي حاجه دابا شي حاجه الخيال دابا راه حنا دخلنا في واحد الحاجه ديال الخيال ولا ديال ولا ديال الحماق ولا ديال شنو ما بغيتي تسميها. ولكن ملي اقتربنا تنصيب بحال واحد الحشر داك 9000 كاميو كلش على الضوء دقه واحده. كانت اول مره غتشوف المخيمات تما؟ لا انا عشت في المخيمات عشت فيهم من قبل في المخيمات ولكن اول داك المشهد اول مره تشوفه ولكن لاول مره تندخل المخيم في الليل وتنصيبو كله ضوء. علاش شعلوا الضوء؟ سمعوا الخطاب الناس بدات تطوي الخيام تتجمع حوايجها اللي عندها الشنطه اللي عندها الصباط اللي عندها الخنشه تي ماركيو باش غدا في الصباح يلا سيدي بسم الله غنطلقوا. وهذا كان واحد يعني واحد الفوق يعني واحد كيفاش نقول لك واحد 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 شيء عظيم جدا عظيم جدا. تشوف الناس متطوعه باغا تمشي باغا تدخل. ونعسوا في ديك الليله؟ ما كاين ما نعسناش ذاك الليله حتى واحد ما نعس ما نعسناش لان احنا وصلنا حتى شي 4:30 الصباح ولا شي حاجه. الناس سهرانين الناس سهرانين تتجمع الناس خدامين عرفتي شحال كل خيمه كل 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 يعني اقليم عنده 400 500 الخيمات تصور 450 الخيمه خصك تهبطها وتطويها وشي شي تيجري وشي تيهز وشي تيغوت وشي مع هذاك وشي تيقول له دفع وشي كذا هادشي كله 350 الف ديال البشر. كان معروف اللحظه ولا الساعه ديال الانطلاقه؟ لا او كتنتظروا مره اخرى تنتظروا الاوامر من غد الصباح. احنا مشينا اذا كصحفيين مشينا للمحل اللي غتنطلق منه وقفنا على الخط. الخط راه موجود الاسلاك الشائكه كاينه والطريقه الصغيره اللي كاينه في الوسط راه هي كاينه محلوله. اذا تما وقفتوا انتم كصحفيين؟ احنا وقفنا كصحفيين تما هي ديال التلفزه المغربيه. عطاونا واحد جيب ديال جدرميه
لان قلت لهم انا لابد تخص الكاميرا ديالنا تكون عاليه باش تظهر الناس ما جايين. اما الا كانت الكاميرا حاضره غادي يبان لي داك الرسميين، وانا ما عنديش الغرض بالرسميين. الصور اللي كنشوفوا دابا ديال الفريق ديالكم، دابا تيخصني نشوف انا داك العمق ديال عشرات الالاف ديال الناس هزه الاعلام والقران وتتغوت وداك الشيء، هذاك هو المسيره. عطاونا جيب ديال الجدرميه، كان سايقه واحد جدرميه، فطلعنا فيها وجلسنا كتسناو تنتسناو لحظة الانطلاقة. كيف غتكون لحظة الانطلاقة؟ أنا عادة في الروبورتاجات ديالي نقول لك السي رمضاني تنوجد العناصر، واخا تشوفني تنرتجل راني موجد العناصر اللي غادي نقولها. موجدة. هذاك النهار ما قدرتش نوجد، ما عرفتيش أولا نتبدأ. كنت عيان ما نعش وما معشيش وما فاطرش وما مغاسلش وما كذا، وزيد معاك اللي بغيتي. ثانيا كانت عندي واحد الهيبه. ثالثا كبشر تنقول انا نطلع في هذا الجيب، هي اول جيب غادي تدخل الحدود. تنقول انا ربما تدخل تهز الدقه الاولى تجي فيكم قنبله تمايا في الارض تهز. مشيتي بديت تنفكر في ولادي ومراتي حبله، ويعني احلى عدد العناصر. فكرت في الوالد الله يرحمه، كان تيقول لي هذوك مجاهدين، هذوك اللي غادي يمشيو مجاهدين، كان هو باغي يمشي، كان كبير في السن ومريض. المهم جا الوفد الرسمي وقف، داروا واحد الحديده تتحل بحال هكذا بحال داك اللي قدامك هذا، حلوها. انفجرت انا بالغوات، دخلت الجيب، بداو داخلين الناس. اذا كنتي في اول سياره غتدخل للصحراء. للصحراء المحرره، اول طاقم صحفي تيدخل للصحراء محمول على سيارات ديال الدرك. فبديت تنغوت، بديت تنبكي. واحد الوقت هذاك الغوات ديال الرجال، شي تيقول اللهم صل عليك رسول الله، وشي تيقول كذا كذا، والعيالات تيزغرتو وشي يعني واحد تتشعر انا دابا تنهضر معاك على الجسم ديالي كله تيقشعر، تنسترجع هذاك اللحظه هذيك. فبديت فتنقول انا هذا الشيء خصني نوصلو للناس، باش نوصلو للناس خصني نكون صادق. والصدق ديالي هو انني نوصف. فبديت تنغوت، بديت تنبكي. وواحد الوقت يمكن لي نقول لك بحال اللي شعرت بحال اللي تنحرر واحد الارض، بحال واحد القوه اسلاميه تتحرك. لهذا شنو بديت تنقول؟ لبيك اللهم لبيك. بديت تنغوت لبيك اللهم لبيك، الناس بداو تيجاوبوا. رجعنا بحال اللي تندوروا حول الكعبه. يعني هذا ما كانش خوف، ما كانش من بعد فاش انطلق. لا كان الخوف، لا في ذاك الوقت الانطلاق ما كانش الخوف صافي. لا 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 طلعها دابا. الناس مشات عواله باش الاستشهاد. وغنحكي لك واحد القصه اللي بقات في العقل ديالي. لانه من بعد ثلاث ايام بقاش كاين، قايل اليوم كاين خطاب الملك. المساله بقات مستمره. مشينا واحد 15 كيلومتر، واحد المحل وصلوا 18 كيلومتر. راه الناس متقلين، هازين الشوان ديالهم، هازين الماء وهازين الماكله وهازين كذا. وكاين اللي كبير في السن وكاين اللي صغير، وكاين الخوف وراك غادي على الحجر، وهذاك سميتو السلك الشائك تيخما عندك باش تقطعو تيصدمو عليه وتينزلو عليه شي لحاف ولا شي حاجه وتيصدمو ويقلعو. يعني راه ماشي عمليه سهله. اذا استمريتو؟ استمرينا حتى وصلنا للحاجز العسكري الاسباني، بقى بيننا وبينه واحد 300 400 متر، هما تيشوفونا وحنا تنشوفوهم. كان امر بانكم توقفوا؟ امر توقفوا. الملك في الخطاب قال الله يخليكم، تنطلب منكم طبقوا التعليمات الناس اللي مأطرينكم اكثر من قبل. لان دابا وصلنا 300 400 متر، الى قالنا الملك لا غدا زيدوا غنزيدوا، في 10 دقائق غنوصلوا عند العسكر تسبليون صافي. غادي يبدا القرطاس، او غادي ينزلوا القرطاس ويقولوا لنا ها دوزو نتوما، ما يمكنش. اذا غادي يكون المعركه. اذا وقفتوا. وقفوا شحال بقات الفتره ديال سبليون؟ ديال واحد الخط ديال الرمل، صوبين الرمل بحال الحيط،
ومرة ديال المتريوزات تنشوفوهم وموراهم كاين الطنوكا وكاين الكاميوات هادشي تنشوفو حنا هما تيشوفونا وحنا تنشوفوهم بداو تيوصلوا الناس قال شكاين قال غدكو القياطن دابا حنا دخلنا للأرض بداو الناس تيدقوا القياطن في الليل بدات الأحواش محتفلين الناس الناس محتفلين الناس ما عرفاش أنا تنظن هذاك السبليون بلاش كانوا تيقولوا هاد المغاربة راه حماقو ولا شي حاجة ولا يحلوا فيهم يعني يحلوا سياسيا دبلوماسيا منطقة عسكرية والألغام والمشاكل والناس دايرين أحواش أحواش في الليل بيننا وبين السبليون كان واحد العشرة ديال اللافتات ديال الخشب خشبات بحال هكذا هذاك وركزينهم السبليون هما اللي داروه راه مصور واحد الوحده في الكتوبه ديالي وكاتبينها زونا بيليغروسا يعني منطقه خطيره وبالعربيه البومب زعما راه كاين البومب منطقه ملغومه ملغومه يعني ما يمكنناش نوصلوا للعسكر ديال السبليون خصنا ندوزوا فوق واحد الارض اللي ملغومه عاد نوصلوا لهم يعني هما داروا الاحتياط باش بلا ما يطلقوا هما النار هادشي غادي يطلع صافي في الليل مع جوي 11 ولا 11 ونص هذاك الاقليم ديال القنيطره فيه شي شبان صحاح وداكشي مشاو ودخلوا في داك الحقل الالغام وهزوا واحد اللوحه من هذوك اللوحه اللي داروا السبليون ورجعوا بها وداروا احتفال ما اهتموش بالالغام ما اهتموش بالالغام ما والو ومشات الدعايه في وسط الناس القنيطريين واعرين واعرين دخلوا وجابوا اما تمايا الليله الثانيه كل شيء هجم على داك ال11 توصلوا للسبليون وهزوهم كلهم وجابوهم وكانت الاحتفالات بحال جبتي واحد التروفي ربحتي لا كوب دي موند ولا شي باش بغيتو تخلعونا حنا جبنا لكم داكشي 9 نوفمبر الملك غادي يخطب عاود وين في التحليلات اش غايقول لنا اش غادي يقول الملك عاود شنو غادي يقول حنا الارض دخلنا لها السبليون هما قدامها الناس مستعدين يزيدوا شنو بغيتي يا سي يا صاحب الجلاله الملك تيدي خطاب وتيقول غترجعوا انا تنعتبره اخطر خطاب اللي داروا الحسن الثاني في هذيك في هذيك الظروف الناس ما كانوش متوقعين كانوا باغيين يستمروا الناس ما غتستمر كيفاش واش كاين اللي شهر هو جالس تما تيعاين وعاد دخل وتدخل ورجع كيفاش رجع واش غادي يقول هو الناس ديالو واش غادي يقول المغاربه راه خفنا رجعنا ما يمكنش الناس جالسين تيبكيو لا الدرجه وي انا شفتهم الناس تيبكيو وجالسين في الارض تيقولوا الله من هذا منكر علاش غادي نرجعوا يا سيدنا علاش غنرجعوا كاين اللي تيقولوا خلينا احنا والسبليون ما تدخلوش انتوما كاع خليونا احنا نمشيو حنا 100,000 غن 100,000 وغيبقاو يطرقوا في القرطاس التيعيه وغنفيضوا عليهم غيقتلوا 1000 2000 5000 100,000 غدوز الناس جلسات كاين اللي ما بغاش ينوض ولكن استسلموا للامر الواقع الواقع ارجعوا في هذا الوقت هذا انا عندي واحد الحكايه مع انه واحد السيد من ورزازات راجل كبير كنت ديك الساعه تندوز في التلفزيون والناس تيعرفوني بالوجه ديالي جا عندي وهاد الحكايه ملي تنعاودها دائما الدموع ديالي تيغلبوني بعض المرات جا عندي وقال لي سي معنينو شنو طرا لسيدنا قلت له ما طرا له والو قال لي علاش قلنا رجعوا قلت له دابا هو تمايا هو اللي صايق حنايا راكبين قالنا زيدوا زدنا قالنا وقفوا وقفوا نتبعوه والاخير عاد نتحاسبوا قال لي انا جيت باش نموت هنا انا كبير في السن جيت باش نستشهد كان لابس واحد السلهان باقي عاقل عليه بني وحال السلام بحال هكذا وجبدته بيض قال لي هذا الكفن ديالي جبته معايا وموصي لمت هالكفن ديالي وحل في شويه الزعفران شويه ديال داك المسائل اللي تيكفن بها قال لي ما يمكنليش نرجع انا جيت باش نموت لهالدرجه كان لهالدرجه شوف هاد هاد هاد, هاد الروح الوطنيه القويه يعني المؤثره الجميله
ولكن واخا كانت كان الرجوع والعوده الاثر الدبلوماسي كان كبير طبعا. الاثر الدبلوماسي كبير. ديك الساعه الملك دخل في مفاوضات مع الصليون، يعني المسيره عطات النتيجه ديالها، النتيجه ديالها، ولكن ما كانش الملك يمكن له يقول داكشي في هذاك الخطاب. يعني الناس ما فهموش علاش قال لان الصبليون ما خصناش نظهروهم على انهم خدعوا خوان كارلوس، عاد رجع ملك. الجيش الاسباني راه كان جيش يميني متطرف، اسبانيا باقا تتغلي ما عارفه شنو غادي يكون. الملك ما باغيش يزعزع النظام الملكي الاسباني. خوان كارلوس كان صاحبو، كان يعيط له في التليفون، كانوا بجوج تيحلوا المشاكل، فبالتالي ما كانش ممكن يتحط كان مشكل اسبانيا، كان خصنا بدا واحد شويه يدوز الوقت. حديث رمضاني مع الصديق معنينو. طيب يعني الحديث في المسيره الخضراء وتفاصيلها ومواقفها اكيد غادي يطول، ولكن غترجع للصحراء فيما بعد، في يمكن في مواقف اشد بأسا وفي مرحلة ديال الحرب مع جبهة البوليساريو والمقاتلين ديالها وبشكل آخر مع الجزائر. هي مباشرة التغطية ديال الحرب بداك الشكل كانت سهلة؟ لا، التغطية ديال الحرب كانت صعيبة، وأنا مشيت يمكن واحد 30 مرة باش نغطيها وأنا ماشي مراسل حربي. ما عنديش خبرة لا في السلاح ولا في التحركات ديال الجيش، ولا كيفاش يمكن لي نتخبى، ولا كيفاش يمكن لي نحمي راسي في واحد الغاره. ولكن داك الفضول الصحفي، داك الروح الوطنيه الا بغيتي تسميها وكذا، خلاتني نمشي. ومشيت في البدايه تألمت كثير، ما كناش على استعداد للحرب، ما كانش عندنا الوسائل للحرب، ما كانش عندنا الاسلحه للحرب، ما كانوش عندنا الرجال للحرب، ما كانش عندنا الطيران للحرب. الارض كبيره، واش تصور الارض شحال كبيره؟ وناس اخرين كيخدموا في منطقه حرب العصابات يعني بسهوله، حرب العصابات، ولكن راك تتحارب الجزائر. بالثقل ديالها، بالجيش ديالها، بالمخابرات ديالها، راك تتحارب واحد الخبراء في حرب العصابات جاو من فيتنام. الجنرال جياب اللي غلب الميريكان في فيتنام جا لتندوف ونصحهم شنو هي الطريقه باش يضربوا المغاربه. التأطير ديال فيدال كاسترو اللي ربحوا معاه الحرب ديال العصابات في كوبا، جا لتندوف جابوهم الجزائريين ونصحوهم. جا الطاقم اللي اشتغل مع الماريشال تيتو في حرب ضد هتلر في الجبال واعطاو. اذا اليسار الشيوعي كان عنده واحد التضامن ضد المغرب. وجابوا اسلحه اللي ما كانش الجزائريين ما عرفوش يخدموها، حنا ما نعرفوش نخدموها. متطوره جدا، وتفاجئنا بها حنا. مثلا واحد المره في واحد المنطقه اسمها قلته تزمور. قلته تزمور غادي يجرب فيها جوج ديال المعارك عنيفه جدا. انا غطيت واحد الوحده منها، يعني غطيت حاولت نغطي واحد الوحده منها. مشيت من الرباط العيون، من العيون خدتني هليكوبتر انا وواحد الفريق ومشينا لقلتة تزمور. قلتة تزمور هي واحد المنطقه كانوا فيها واحد 450 ديال العسكر ديال المغرب، هجموا عليهم واحد 5000 ديال البوليزاريو في الصفوف الاماميه، الجزائريين، الموريتانيين، كوبيين، الفيتناميين، وقتلوا فيهم يمكن نص فيهم 150 ل 200 الناس اللي ماتوا وتشتتوا. واضطروا الجيش يعيط لواحد الفريق، كان واحد الفريق متحرك كان ترأسه واحد الكولونيل سميتو الغجدامي. هذا كان بحال البومبيه ديال الصحراء، فين ما تكون شي محل صعيب تيمشي هو، عنده الامكانيات ديال التنقل وكذا وكذا وكذا. مشى. فانا ملي مشيت باش نغطي هذيك الهليكوبتر اللي مشيت فيها كانت عامره به بداك هذوك البلاستيكات ديال الدم. اللي تيديروا، لان الجرحى كثار، عامره هكذا يعني تدير رجليك هكذا عامره في الارض هكذا عامره.
وقوة عدم المهنية في التغطية الحربية. مشيت وانا لابس واحد الشوميز بيض. غادي تغطي الحرب شوميز بيض؟ غادي الحرب شوميز. مستسلم من الاول انت؟ مستسلم انا من الاول. انا تعقل من اللي نزلت هذاك الكولونيل ما يمكن ليش نقول لك شنو قال لي. انا يقول سير بحالكم عليا، بعدوا مني غتموتوا لي في روحي. واحد الساعه بدا الضرب، قال لك تصاوتوا في الارض، تصاوت انا في الارض. انا ما عنديش هذه الخبره هذه. ولكن شكون اللي غامر بيكم باش تمشيو؟ انا متطوع مشيت. انا صحفي، حنا كنا شي 4 ولا 5 صحفيين في التلفزيون كامل. يعني كان داكشي اليوم راه كاين 200 صحفي في التلفزيون. داكشي اللي كاين هو هو اللي قال لي قدر يدير شي حاجه يزيد. بسم الله. حتى غامرتي مشيتي تغطيه الحرب. فهذيك المعركه ديال كلتا الزمور وقع التجمع في الاراضي الموريتانيه، لان ديك الساعه موريتانيا كانت تصالحات مع الجزائر واعتقلت في البوليتزار. والكوبيين جابوا صواريخ سام. تعرف هي شنو صواريخ سام؟ هي اعلى درجه عند السلاح السوفيتي لاسقاط الطائرات. والصواريخ سام عندك واحد الكاميو هز الصواريخ، وجوج او ثلاثه الكاميوات هزين الصواريخ باش يعوضوا هذوك ملي ينطلقوا. وعندك مقر القياده ومقر ديال الرادار ومقر ديال الامر بالاطلاق. يعني وحده كبيره بحال اللي تسمع اليوم باتريوت. وتسمع ما هو متقدم في ما هو متقدم في الساعه هذه. هي متقدمه. وحنا ما سايقينش الاخبار. طيحوا لنا ثلاثه ديال الطيارات. راه واحد الجيش اللي تطيح له في يومين ثلاثه الطيارات ماساه. المشكل هذاك الطيران تعيش ماساه، تعيش واحد القلق، تعيش واحد الاضطراب، تعيش واحد التوتر. هذاك البيلوت غادي ما عارفش راسو، ما عندوش باش يدافع على راسو. الطياره ديالو غير محصنه ضد هذاك النوع من الصواريخ. غدوز هذه الفتره الصعيبه، ولكن ربما غيبدا التحرك ديال الملك الحسن الثاني لا دبلوماسيا في تجاه الجزائر، وحتى يمكن حلفاء جدد اللي غيقدروا يعاونوا في المغرب، ويمكن عسكريا غادي توقع واحد النقله. عسكريا غادي يتم التفكير في انشاء 3 وحدات. كل وحده فيها ما بين 5000 و6000 الجنود، ومجهزه لمواجهه الحرب اللي خصها تخوضها، ماشي بحال القوات الكلاسيكيه العاديه اللي كانت عندنا. لهذا غتمشي احد، الزلاقه، الارك. احد، الزلاقه، والارك، هادو 3 الوحدات. هذه وحده غادي تمشي تستقر في طرفايا في داك المنطقه، وحده غتستقر اظن في سماره في المنطقه، وحده غادي تكون متنقله تتمشي للداخله ورجعات. ملي غادي يستقروا غتجي الفكره ديال بناء الجدران. 81 غادي تبدا بناء الجدران، غادي يوقع تحول في الحرب. المغرب خدا خبره، خدا عرف الميدان شنو فيه. وبنى الحيط. راه يمكننا نهضروا على الحيط، نقولوا بنا وحيط وكذا وكذا. راه الحيط الاول فيه 560 كيلومتر. 560 كيلومتر هذا هي الاول. راك تتبني وتتحارب وما تيخليوكش تبني. تيجي يدوروا لك من هنا باش يقتلوا، تيديروا لك البومبات في الطريق، وانت بلي باليتوز بالحفير بكذا بكذا تدير الحيط. وعلى كل 500-600 متر تدير واحد المحل فين يوقف جوج او ثلاثه الجنود باش يشوفوا، يسمروا، يعرفوا شنو ماجي. يعني الجدار خنق تقريبا. الجدار خنق من العيون حتى السماره. هذا هو الجدار الاول، جداير هكذا. من بعد جد هذاك الجدار خرج منه واحد الجدار اخر اللي دخل فوس بكرع. اللي فيها الفوسفات، لانهم كانوا تيديروا بعض الحاجات باش يثيروا الانتباه. هذاك الفوس بكرع باش تيكون الفوسفات تيوصل للميناء ديال العيون، تيوصل فواحد السمطه تدور، تيجيو هما تيحرقوا السمطه، تتوقف لك انت كاع كلش. خصك باش تمشي تصلح داك السمطه خصك يمشي الجيش واللي حاضي واللي وراقب وكذا وكذا. ثم بناء الجدار الثاني 600 كيلومتر. راه الا جمعتي الجدران اللي تبنات ودرتيها وحده واقفه في وحده،
الرباط موسكو. الرباط موسكو لهالدرجة؟ لهالدرجة. وكل حيط فيه العسة ديالو، فيه الرادار ديالو، فيه الأسلاك الشائكة ديالو، فيه الألغام ديالو، وفيه 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 وفيه. ولكن وفيه كان عنده أثر ولكن إيجابي على الموازين القوى. اكزاكتومون. تغيرت الأمور والخبراء ما عرفوش كيفاش كيفاش هذا الحيط يتجاوزوه. وهذاك الحيط أنا في الكتاب ديالي الثالث هضرت فيه على هذا الحيط ووصفته، لأن خديت خبرة بالزيارات ديالي وكذا وكذا. واحد الجنرال الله يرحمه من اللي قرأ الكتاب ديالي توصلت واحد العدد ديال الرسائل من ضباط ومن جنود اللي قرأوا الكتاب ديالي، واللي صابوا واحد المتنفس، قال ودي حنا كافحنا وجرينا وماتوا منا الآلاف، حتى واحد ما هضر علينا وحتى واحد لم يمكنناش نهضروا لأنه واجب تحفظ كل حاجة. وصفت لي واحد الرسالة أنا نشرتها بخط يدي، وهو جنرال القديري الله يرحمه. الله يرحمه. تنوى فيها وكذا وكذا. إذن هذاك الجدار كان لطمأنة الناس، لحماية الجنود، لوضع حد للعمليات العسكرية. إذن كنت نقدروا نقولوا عشتي مآسي في الصحراء. مآسي كثيرة، مآسي كثيرة، مآسي كثيرة. ولكن فلتي منا المهم وصفي. الحمد لله. ولكن في الأخير بديت تنصيب الابتسامة، بديت تنصيب الهدوء، بديت تنصيب واحد العدد ديال الاطمئنان. كان عندي واحد الحاجة كانت تؤرقني في الصحراء. وكنت فيما تنمشي تنصدع الضباط اللي تنعرف كلهم تنسولهم وتنحرجهم. وهي أنه كانت واحد المنطقة، واحد النقطة اسمها الحوزة. الناس ما تعرفوش هاد التاريخ هذا. الحوزة. الحوزة. هاد الحوزة كانت هي عاصمة ديال الجمهورية ديال الصحراء. كانوا منها تيصدروا البلاغات، وديلها تيمشيو الصحفيين، وفيها تتكون الاجتماعات، فيها كذا كذا. هي جات فوق سمارة وبعيدة على العيون بواحد 200 كيلومتر، ما جات في الصحراء. ملي تمشي تنقول لهم عباد الله سيروا لهاد الحوزة هرسوا باباها وهنيونا ما يعاودوش يجيو لها. معقولة؟ تقول لك لا استراتيجيا، تقول له ماشي استراتيجية، أنا إعلامي. هاد الناس رطحنينا، تقول لك حنا في وسط الصحراء والعاصمة ديالنا في وسط الصحراء، والرئيس ديالنا في وسط الصحراء تيستقبل السفراء، وحنا تنقولوا في وسط الصحراء. وسيروا لهاد الحوزة هرسوها لنا، صيفطوا الطيارة يهرس باباها. لا لا لا، حنا عندنا الأولويات، التخطيط كذا كذا. بقات الامور كذلك تتحسمات. واحد النهار قال لك سيدي اش كاين؟ قال لك استعاد المغرب الحوزه. واو، عاد ارتاح سمعني. قلت انا والله حتى نمشي لباب هذه الحوزه نشوفها. ومشيت للحوزه فعلا. مشيت ديك الساعه كنت في وزاره الاعلام. ديت معايا واحد 80 صحفيين مغاربه واجانب، وعطاونا الطياره السي 130 ونزلنا في سماره وهزونا في ليزيليكوبتير وداونا. شفتوا الحوزه؟ قلت لهم انا غنديكم الحوزه. انتقاما من ذاك الغبينه اللي كانت دايره فيك. ذكرتي وزاره الاعلام، على كل حال الحديث في لا نكمل لك هذه، لان فيها واحد تفضل سيماني. ملي وصلنا انا تنعين الحوزه يكونوا فيها مكاتب، غادي يكونوا فيها هذا السيد اللي كان هنا عنده مكتب وعنده دار فين ساكن. ما كاين والو. الخلاء. الخلاء. فانا جاو عندي الصحفي المغاربه قالوا لي عندي اش تدير؟ فين جبتينا؟ فين جبتينا؟ بعد دابا حنا واخا نقولوا حنا كنا في الحوزه راه مغاربه نكذبوا، ولكن الاجانب راه ما يصدقوكش. فانا مشيت عند هذاك الضابط. الضابط كان اصله من سطات طويل الله يرحمه مسكين. قلت له اودي مون كولونيل راه الناس ما تيقينش. قال لي والله العظيم الا ما هذه هي الحوزه. واش الله العظيم ما كاين والو، واش الحوزه فين كانوا عايشين هاد الناس؟ قال لي حتى حنا تفاجئنا، ضربنا حتى دخلنا، ملي دخلنا ما شفنا والو. شي بيسري تما في واحد الحجر تما، واحد شي واحد المحل كانون كان تيتسخنوا فيه في الليل ولا شي حاجه. هادي العاصمه. هادي العاصمه. ايوا درنا ورجعت لعندو قلت له فوالا سي الله يخليك الا ما وضح لنا الامور. قال لي أقسم بشرفي كضابط سامي في القوات المسلحة الملكية بأننا نوجد في الحوزة.
التي كان يدعي الخصم أنها هي الجمهورية الصحراء. قلت له هذه القضية هذه القسم الله يخليك تأدي أمام الصحفيين. فجمعنا الصحفيين قلنا لهم الله يخليكم لكولونيل في بران لا بارول. جاء هو هدر معهم الفرنساوية كذا كذا. المغاربة شي شوية بدأوا يتيقوا، الأجانب ما بغاش يتيقوا، الصبليون ما بغاش يتيقوا، الفرنسيس ما بغاش يتيقوا، الإنجليز ما بغاش يتيقوا، الممارسين الدوليين ما بغاش يتيقوا. شكون اللي غادي ينقدنا حنا كاع من هذه العملية مجموعة؟ غادي ينقدنا واحد صحفي فرنساوي. هذا الصحفي فرنساوي سميتو بول بالطا. هذا 10 سنين هو مراسل ديال جريدة لو موند في الجزائر العاصمة. وكان صديق حميم للرئيس بومدين، وكان على الاقل مره في الشهر تيتعشى عنده وتيتشاور معاه، وكان المراسلات ديالو دائما ضدنا، العنف الكبير ضدنا، ومؤيد للاطروحه الجزائريه. شنو غيقول؟ شنو غادي يقول؟ انا جا عندي لان من بعد صالحنا طرات داكشي طويل على محال، قال لي نوصل حوزه مو جيت لا سبق لي زارها. قلت له كما؟ قال لي جيتي او موا ان ديزين دو فوا، انا على الاقل 10 المرات جيت لهنا. قلت له الله يخليك يمكن لك تقولها قدام الصحفيين. قال لي وي. اي لي زامي يا 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 كونفريك برو لا بارول، اجي الخوت تسمعوا. قال له موا بول بالطا كوريسبوندون دو جورنال لو موند بوندون 10 ان الجي، تنعترف باننا في الحوزه وانا جيت لهنا وكذا كذا. وتنفس الصعداء ودخلنا ودخلنا للعيون لي زاجون شنو تيديروا؟ حوزه صحراء اوكسيدونتال، ما بقاوش يديروا حوزه كابيتال دو لاغاز. هذا مكسب جديد، هذا مكسب جديد. حديث رمضاني مع الصديق معنينو. كيف قلت السي معنينو، ما صعيب نسخاو بهذا الذكريات وجزء كبير منها يمكن الجيل الجديد ما كيعرفوش، وتفاصيل تاع الجيل القديم ما كيعرفوش، ولكن مره اخرى كنوجه الدعوه للناس انهم يقراوا خمسه الاجزاء من الكتاب ديالكم ايام زمان. قبل من نوقفوا وننهيوا اللقاء ديالنا، وان مرحبا كيف ما قلت الكثير من التفاصيل تحتاج انها تروى، واحد الشخصيه اللي اشتغلتي معها في وزارة الإعلام حين كان إلى جانب الداخلية، الراحل دريس البصري سي دريس معنين سي صديق معنين عفوا، واللي كيعرف الشخصية ديال دريس البصري كيعرف البدوي السلطوي. انت عشتي معاه عن قرب واشتغلتي معاه عن قرب، شنو أبرز الأمور اللي مازالت عالقة في ذاكرتك خصوص دريس البصري؟ وهو انا اشتغلت مع دريس البصري 10 سنين. 10 سنين ماشي سهله، 10 سنين. وانا تنعقل في الاول الاسبوع الثاني او الثالث ملي جا سولته يعني شحال عندك في هذا، قال لي سي بعدين انا عندكم ضيف 3 شهور. 3 شهور ولا 10 سنين؟ بقى 10 سنين. وفي المرحله اللي كانت على مرحله صعيبه حاسمه في التاريخ ديال المغرب، مرحله صعيبه بزاف. البصري اكتشف القوه ديال الاعلام. هو اللي سعى انه يكون في الاعلام ام ان الملك الراحل المبادره جات من عنده؟ لا معرفتك انت بدريس البصري قلب عليها زعما؟ لا ما قلبش عليها هو. يا سيدي انا نحكي لك القصه كيفاش تعين دريس البصري في 11 الليل تعين دريس البصري بالاعلام الى جانب الداخليه. كان التلفزيون دوز واحد البرنامج، وهذاك البرنامج كان سميتو وثيقه. وهذاك البرنامج كان تيوجدو واحد المخرج سميتو دريس المريني. دريس المريني وكان يستضيف شخصيات اللي يمكننا نقولوا لعبات واحد الدور في واحد المجال وتنسات. كان تيجي مثلا واحد العداء كان يربح في الستينات شي حاجه وتيسجبو، كان تيجي بشي كذا شي بطل في كذا تيجي. هذاك الليله كان جاب سي بن عبود، المهدي بن عبود. والمهدي بن عبود سولو قال له ودي
حياتك كذا كذا. سي مهدي بن عيد من سلا ديالنا انا تنعرفو مزيان وكذا، وراجل مستقيم مستقيم بلا بلا قياس. فقال له تهضروا، قال له انا كنت طالب في باريس كذا ملي كان محمد الخامس رجع من المنفى. قال انا كنت في باريس مع الطلبه ودرنا واحد الاجتماع وقلنا باش نمشيو نسلموا على محمد الخامس. جا شي واحد قال لك حنا ما نمشيوش نسلموا على الملك الرجعي. هذا الكلام داز في التلفازه. اه وحدين قال سيدي حنا غادي نصيفطوا برقيه. قال لا حنا ما نصيفطوش البرقيه. هو تيعاود داكشي اللي طرا لان كان واحد اليسار كذا وكذا وكذا. شكون اللي غادي يكون تيتفرج داك الليله؟ الحسن الثاني. هادشي تيتقال على باه. هو فيما تيهضر تيقول باه هو كل شيء. هو اللي رباني، هو اللي حرر المغرب، هو اللي كذا وكذا. فقلب على في حاله غضب شديد، قلب على وزير الاعلام اللي كان هو عبد اللطيف الفيلالي. ما صابوش، ما كانش التليفونات وهادشي ساهلين. ما صابوش، غضب، عيط البصري قال له انت غتاخذ الاعلام ابتداء من اليوم. صدروا البلاغ، بلاغ فيه ستار ونص. عين صاحب الجلاله درس بصري وزير الاعلام الى جانبي وزاره الداخليه. الفيلالي ما فراسوش. الفيلالي ما فراسوش. راه ماشي هو وزير الاعلام الاول اللي ما فراسوش. كون كان الوقت نعاود لك على بزاف وزاره الاعلام تسمعوا راسهم طاروا في الراديو. منهم عبد الهادي بوطالب، منهم عبد الهادي بوطالب، منهم احمد السنوسي، منهم العربي الخطابي، وواحد العدد ديال هكذا باش تعين. فاذا بدا تتعامل مع الاعلام. وبلا شك انا كنت متيقن ان كانت عنده واحد الاقتناع بانه العمليه غدوم 3 شهور 4 شهور 5 شهور يجي واحد اخر لمرادات الملك وصافي. صافي، لان الملك كان في حاله غضب ذاك الليله. الفيلالي كان وزير الاعلام والخارجيه مشى بحالو للخارجيه. الوزاره كانت ودا معاه الكاتب العام اللي كان في الاعلام. بقيت انا كمدير الاعلام هو الا بغيتي تقول اعلى مكتب اداري في الوزاره. اذا انا اللي غنتعامل مباشره مع الوزير الجديد. الوزير الجديد. وكيف كان كيتعامل هو دريس البصري بهاجسه الامني في قطاع اللي هو الاعلام؟ على كل حال عنده خصوصيته، ماشي هي الداخليه، ماشي هي البوليس، ماشي هي المخابرات. هو تدرب. انا واحد النهار سولته، تنقول لك هادشي، سولته قلت له اودي السي دريس دابا انت وزير الداخليه وعندك العصا في يديك والبوليس والامن وهادشي، والاعلام الناس مساكين غير خصهم الحريه وخصهم النقاش. قال لي شوف الصديق، انا ملي كان تيقول لي الصديق معنى الامور هادئه. الا قال لي السي معنينو معنى الحرب قادمه. فقال لي شوف انا اذا قسمتيني هكذا يدي لي منيه فيها العصا وعلى والقلب ديالي على اليسار، القلب ديالي مع الاعلام. يا سلام. شوف هاد الطريقه ديال الجواب. كيتكلم بدبلوماسيه دبلوماسيه لا رغم كل شيء. بعض المرات تيتكلم بدبلوماسيه ولكن ملي تيقلق راه ما تيبقاش يهضر لا بالعربيه ولا بالفرنساويه ولا حتى بشي لغه. تيدخل في واحد الحاله عصبيه يعني تيتضارب فيها، وهذاك اللي تيتصنت عليه حتى هو تيتضارب. وهذا حدث واحد العدد المرات معايا. ولكن لا بد من القول، ما عمرو ما قل علي الادب، ما عمرو ما قال لي شي كلمه جرحتني. كشخص تيغوت علمي هنا وتيغوت كذا وما تتعاونونيش وما تتساعدونيش وانا بوحدي وانا كذا وانا كذا، ولكن دائما في واحد الحدود. كان كيتدخل في التلفزيون بشكل كبير. التلفزيون كان هو الهاجس ديالو. الا سولتي بصري باش تيحلم، تيحلم بالتلفزيون. التلفزيون خايف تدوز له شي حاجه في التلفزيون وتحسب عليه. تيم كله يراقب الداخليه، يراقب الامن. التلفزيون دازت له جوج ديال الجمل ماشي هي، وكان المعلم تيشوفها صافي ذاك الليله عاود ربما ما يبقى لا في داخليه ولا في اعلام. ولا في اعلام. لهذا شد التلفزيون وعين الناس ديالو في التلفزيون. من بعد شهر عين مراقب في التلفزيون. مراقب. هذا المراقب مشى للتلفزيون ودخل دق على المدير العام قال له انا جيت نراقبكم. جلس هو وياه في نفس المكتب تيقرا الخبر، تيشوف البرامج، تيعرف شنو كاين. حاضر. عاد من بعد غادي تعينوا وطرد وزاره الداخليه في الاذاعه والتلفزه. وهذا كان خطا. كان خطا وما كنتش تنخبي على سيدريس الله يرحمه.
وفي حكايات كثيرة على محل في هذا في هذا والحديث يطول السي معين ولكن للاسف مابقاش لنا الوقت بزاف. ولكن واحد علاقه بالبصري والحسن الثاني واحد يمكن طريفه من الطرائف اللي عندهم دلولها دلالتها السياسيه هي فاش كان يقول لي الحسن الثاني الله يرحمه انت عندك القناه الاولى انا القناه الثانيه ديالي. هذه صحيح. الحسن الثاني بغى يصلح التلفزه المغربيه ما تصلحاش ليه ما تصلحاش جاب باكار جاب كذا باكار واحد المهندس كان هو اللي يصلح القصور جاب معه جاب باكار جاب من فرنسا 120 ديال الفرنساويين والفرنساويات لان كانت عنده شكاره محلوله هي تيلوح في الفلوس باش يصلح التلفزيون. جاب هذوك مالي الماكياج جاب مالي الشعر بحال حنا اللي ما عندنا شيء الناس اللي صاوبوا هادشي وانا وقعت لي معاه اصطدامات كثيره. علاش مشيت انا كنت خرجت بحالي ومشيت للوزاره وريحت من التلفزيون وقطعت راسي قبل ما تبدا هذيك الحركه باكار 48 ساعه 24 ساعه عيط لي انا البصري انا والسي فنجر الله يرحمه وقالنا غتمشيو تقدموا الاخبار في التلفزيون انت غتشرف على العربيه وانت غتشرف على الفرنسويه. قلت انا سي هذاك الشيء اللي عندي راه كافيني وانا ماشي ما عندي ما ندير في التلفزيون. فنجرو قال له انا ما عمري ما دزت في التلفزيون كيفاش نمشي نخطب في التلفزيون. انا باقي عاقلي عليه وقف ضرب على الطبله وقال هذه الاوامر سيدنا. ملي كيقول اوامر سيدنا ما عندك انتهى الكلام صافي بحال تيقول صاحبنا السي بن كيران انتهى الكلام. اذا مشينا اشتغلنا وقعت كذا كذا من بعد ما دازت واحد 3 شهور في شل المشروع فالملك قال انا غندير واحد التلفزيون جديد لهذا فكك في دوزان وعطاه واحد يعني المقترب اقتصادي هاد التلفزيون غادي يعيش بفلوسه ويجيب لي ديكودور ويجيب كذا ويجيب كذا. وتم اختيار واحد 120 ديال البنات والولاد مشاو لفرنسا بقاو عام مشاو لكندا مشاو لامريكا مشاو ايطاليا دربوا يعني تصور جديد للتلفزيون بعيد على ما هو قائم انذاك. وشكون اللي كان المدير ديالو كان المسؤول عليه الاول هو نسيبو راجل الفيلالي رجل لالا مريم اذا رجل قريب منه ومنع البصري يتذكر يدخل في طبعا البصري ما يعجبوش الحال. البصري ملي تكون شي مسرحيه دايزه شي حاجه تيكون مرتاح ولكن هذيك الدوزيام بدات تدير واحد البرامج ديال القرب هذيك البرامج القرب تيمشي يصوروا شي قريه ما عندهمش الماء وما عندهمش الضوء والناس تغوت والله من هذا منكار تيدوز داك الشيء تيتخلع هو لان داك الحس الامني ديالو العمال تيعيطوا له تيقولوا يا يا يا, يا غادي نوضوا لنا الفوضى في البلاد. منو عليه يتصل بهم شنو غادي يدير؟ واحد النهار مشى عند الملك قال له نعم اسيدي هذوك زادوا فيه غادي نوضوا لنا الصداع وكذا هذا فين نزلت هذا القد قال له انت عندك الاولى ديال فوق راسك وانا عندي الثانيه شغلي صحيح. سمعني نؤكد المشاهدين والمستمعين ما يكونوش سخاو الجولة في التاريخ والجولة في المذكرات ديالك ولكن لسوء الحظ الوقت وصل إلى نهايته. مرة أخرى أدعو اللي باغي يعرف المزيد من التفاصيل والتفاصيل المثيرة أنه يطلع على أيام زمان في 5 أجزاء. شكرا لك سي معنينو. شكرا سي رمضاني على الزيارة ديالك شكرا للطاقم اللي جا معك وانا نبغي نقول لك بصفه خاصه بانني شرعت في كتابه الجزء السادس من مذكراتي وهو مليء كذلك بمجموعه من الحكايات واتمنى عند صدوره ان نلتقي ان شاء الله. ان شاء الله بالتاكيد سي معنينو بالتوفيق في هذا المشروع الجديد. نشكرك مره اخرى على الاستضافه. نشكر مرحبا التقني كريم نيتسي عبد الحق رازقي شامبو زروال صفاء سراج الدين. نلتقي في حديث رمضاني آخر مع ضيف آخر. إلى اللقاء.